يعني خلينا نبدا النهارده بالمشكله اللي هي بتاعت ساندي، اللي هي الشكل ده كده. هو في كام مشكله هنتناقش فيهم تباعا يعني، وانا بعت لك ان في حاجه فيها لسامه وفي حاجه، وده انا زعلان منك عشان موضوع الاسنان مش ظابط، بس لما يجي وقت كده. بص، انت عندك قلت شكل ده انا كده خدت بالي اه، منه. هتبتدي ازاي؟ هو اصلا فين اصل الصوره؟ صوره اهي، هتلاقي في عندك شيب اصلا مظلم، خدت بالك؟ ومن وراه الجلو، صح؟ تمام. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ اكيد مش هروح ابني مكان، ان انا هحاول استغل اي فايل من ضمن الفايلز اللي عندي اتهل، هو انا وليكن كنت حتى عايزه الفايل، اعمله باللايتنينج اللي هو المش ده، بس ما ظبطتش فحطيت ماتيريال لايتنينج. ما سواء ده او ده هي مش هتفرق كتير، بس انت مش هتروحي تبني، بدل ما اروح ابني اربع ارباع وسقف وارضيه، شوفي اي شيب من اللي احنا خدناهم، حتى وليكن الاكزامبل ده كده، اخفي بس اللي فيه، خد بالك؟ يعني انا مش محتاج بعض الحاجات دي كده، واروح اقلب الشط على ايه؟ على حيطه تكون فاضيه الناحيه الثانيه، الحيطه اللي هي الناحيه الثانيه، يعني كل ده انا مش محتاج. ماشي. طيب. طب وهقلب ازاي؟ انا هاجي هنا اهو كده، واروح جاي واخد الكاميرا بتاعتي اللي هي دي، اللي احنا لسه ما خدناش شرحا. يعني هاجي هنا كده شيف، واروح جاي واخد كده عندك يا سندي. قبل ما تظبطي اي حاجه خالص، انا هاجي هنا كده ابص بعين مين؟ ال كاميرا. اه طيب انا كده بقيت بص على الحيطه الثانيه. وهاجي هنا كده، اروح واخد الكادر بتاعي كده اهو، شايفه؟ انا عايز ابص اه على الحيطه دي، وهاجي هنا ماشي. رايت كليك، واجي هنا كده يا سندي. انا كل ده بوفر ان انا ابني واظبط سيتنج، بتحاولي توفري وقت مش اكتر يعني. ادي الكادر بتاعي، ونظبط جزئيا. انا ممكن اجيب البان، اتحرك بالحيطه كده زي ما انت عايز، عشان اجيب الحته اللي انا هحط فيها الشيب. طب ماشي. فين الشيبس بتاعتي؟ الاول انا هاجي ابص كده، في عندي هنا لايت؟ لا مفيش اهو، اتاكد ان انا مش عامل هايد لحاجه. تمام. هاجي هنا كده، اروح جاي، انت عملت الشيبس دي ازاي؟ هي دي. عملتها ريكتانجل، تمام. وممكن عملت بعد، اكسترود. طب حلو، طب ما احنا ممكن نستنصح. ايه ده ازاي يعني؟ مش فاهم. ده سكوير حلو، وخلي بالك وانت شغاله الدنيا زحمه، هدوس الت كيو. الت كيو يعني هخفي كل حاجه نعمل ما عدا، انيبل للرندر. ايوه جدع، برافو عليك، اي انيبل ريندر. وهاجي هنا كده اخليه ريكتانجلر اهو، وهاجي هنا كده انا عايز ابص عليه هنا كده في الشكل ده، فانا ممكن اجي اخلي ده بيرسبكتيف واتفرج لحد ما نيجي نشتغل، وابقى اجيبه قدام، شايفه؟ اللي هو عشان الثيكنس قليل تزوديه، في حاجه عايزه تغيريها، اللي عايزه تعرضيه شويه مفيش مانع. المهم ده الشيب بتاعك اللي هو لونه ايه؟ لونه اسود. تمام. ثم هتروح حضرتك واخده من ده نسخه، شفت. اه شفت، تروح طالع كده. طب بعد ما انت جيتنا خدت منه نسخه، هو حاجه يخليه بدل ما هو ريكتانجلر يخليه هنا ريد، كانه عامل زي الليد لايت، شايفها؟ لا انا ما ايوه عملتش كده. معلش، ما احنا بنحاول ايه، نستنصح على الشوط باقل ايه تكلفه في الوقت واكثر دقه. طيب ثم خلاص، انا هاجي بعد كده الماتيريال او المش على حد سواء، بس طبعا يمكن المش لايت اسهل شويه في الستبس. انا هاجي هنا كده للمش، هاجي الفيري لايت ماتيريال، وهمسك اي سلوت واقول له اساين شويه في الاول عشان ما انساش. اخش على الفيري ماتيريال، وهاخد اللي فيري هي لايت. فيري لايت، ماشي خلاص شكرا. طب ثم اللون، اه والله ده انا محتاج ان هو يكون اورنج مثلا كده. آه القوه بتاعته المبدئيه مثلا هخليها هنا 50 مقابل الزياده، خلاص وطفي. طب انت محتاجه حاجه من هنا؟ لا تاني خلاص، امسك دي كده وقول له شكرا، لو سمحت روح اعمل جروب قبل ما اكرر، لان انا الشكل مش فارق معايا. هروح انا جاي هنا بقى كده واخد دي الكاميرا اهي، ثم هاجي بعد كده اشيل الايزوليشن خالص، انا كده بقيت جوه، واخد صاحبتنا دي واروح حاططها على الحيط فين؟ قدامي اه، شايفه؟ وخدي بالك ما هي قصاد الحيطه قد ايه، يعني هي تبعد قد ايه من الحيطه، يعني دي الحيطه الاساسيه يعني، اللي هي دي، شايفه؟ شايفين. الخط، ما هو انت كل ما هتيجي تبعديها الدبس والجلوينج ده مش هيظهر، فانت لازم شايفين اه لازم كانك اقربها انت ماسكه، للحيط. اه كانك انت ماسكه كشاف الموبايل يعني. كده. اوكي. طب تمام، هتكررها ازاي؟ خلاص الموضوع خلصان، وهتلاقي ان هو ما خدش ثواني معاكي حتى في العمايل، تمام؟ يعني ما الموضوع ما فيش حاجه. هدوس كنترول واروح واخد اختها، واجي اقول له هنا شيفت، واروح طالع كده. واقعد اكررهم بقى بالشكل اللي انت عايزه. تمام، واحده اهي ماشي. طب سيتنجز هتظبطي؟ لا خلاص، ما احنا مظبطين في اصل الشوط اللي احنا بنجرب عليه، يبقى انت كده وفرتي وقت وفي نفس الوقت طلعتي الحاجه اللي انت عايزها. ممكن اجي ماشي. بالبان عشان ابين الحيطه دي، بس هي الحته دي بس، واجي اعمل ريندر. ومن هنا بعد اول ريندر تبتدي تظبطي بقى،
اظبط بقى قوه، اظبط الوان، اظبط لو، اظبط زي ما انت عايز، وتسيبيه شويه. لو انت شايفه ان الصوره منوره شويه هتلاقي فيه سما، لو انت عايزاها تبقى معتمه تماما اقفلي السما اللي ورا. شايفه الجلو طلع ازاي؟ خلي بالك احنا بنعمل تيست ترند، يعني السيتنجز قليله. لو انت رفعت السيتنجز زي ما احنا شرحنا المره اللي فاتت لو انت فاكره، يعني خلي ممكن بالك. يكون السبب ان هي طالعه ملغوشه كده، ان السيتنجز طبعا العاديه قليله. طبعا ده انت اوكي خلي بالك. طب انا هقول لك، استنى انا هتاكد بس من حاجه، هي بعد الحيطه على علشان اشوف بس الفراغ ده قيمته قد ايه. اهو ده وده اهو، يعني ادي الحيطه اهي. بصي في فراغ قد ايه؟ طب معلش انا عايز اقربها اكتر، همسك دي كده اهي، هلزقها في الحيط. مش هلزقها. خلي بالك انها متعلقه بايه؟ بمسمار مثلا. احنا كده خدناهم كلهم صح؟ اعتقد. طيب هتروح انت جايه واخد هنا كنترول واخد الحيطه والت كيو عشان ما بقاش فاضل الاثنين اهو. تمام؟ ده الدبس. عرفتها. يعجبك؟ اه يعجبني. لا ما يعجبنيش خلاص، يبقى انا هبتدي ان انا اقربه على الحيطه كده. حاجه بسيطه، حاجه هوا يعني، واشيل ادرس. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه الجلو بتاعي برضك مش عاجبني، طب اعمل ريندر بس وريني، او اطفيلي كمان السكاي، ما انت عندك السكاي عندك هنا شغال. يعني اجي هنا كده واقول له سمحت تشيل السكاي واجي اعمل هنا كده واشوف هل الجلو عاجبني اه ولا لا. خدت بالك الدنيا بقت كحل؟ ايه يا الله إيه؟ دكتور؟ طيب شايف انت الجلو طلع منغبش ازاي؟ عامل ازاي؟ طيب تعالي بقى، احنا مدين له سيتنج، فانا هاجي اعمل ايه؟ هاجي رندر سيتر. خلاص بقى انا فاينلت والشكل عاجبني او متشكك في اللي انا عملته، فانا هرفع سيتنجز واعمل رندر لحته يمكن صغيره اغير واحدة. بترضي نفسك بس مش اكتر. تمام؟ يعني هاجي اقول له لو سمحت وانا بعمل فاينل للحته دي بس، اكيد انت مش هتحتاجي اكتر من 2000 بكسل. خلي بالك 2000 بكسل في الريشيو بتاعتك. يعني اجي اقول له هنا اهو كده حط اللوك، فاكره دي؟ لو مش فاكره حاجه فيها مسقطاها قول لي الريزولوشن ماشي. بتاع الصوره. واجي هنا البي ري ودي باكت، وهخلي دي هنا 24 اكيد مش هزود. واحنا قلنا لما بتيجي تشتغلي في حلاقه او زخارف او شغل ستيل تقيل في واجهه او حاجه انتيرير، احيانا وصل معايا ل 60 و70 عشان ابين الديتيلز بتاعت الايه الزخارف دي، شغل اويل مان. خلاص هاجي بعد كده هنا الجي اي، بتروح مني فين؟ خليك. ايوه انا مع حضرتك، انا طيب سامعه. كنت الريدينس بكتب اه الريدينس لايت كاش، وهخلي دي هنا ميديوم او هاي، وحضرتك تيجي تخلي هنا كده اللايت كاش بتاعي هنا خليه 1500 ده ماكسيمم. وخلي بالك ما حدش عنده قاعده غير ان هو جرب ولقى فيه عنده ده بالنسبه له تمام 1500 تمام. انت هتقعدي شويه 1500 وفضولك هيخليك تزودي وتنقصي تمام لحد ما انت توصلي رقم يرضيك انت. اوكي خلاص. واخر حاجه في الاليمنتس، حاجه اقول لو سمحت حط لي دينايزر دي ري دينايزر عشان ما يبتديش يبقى فيه نمش عندي على الحيط، النمش اللي هي النويز. تمام. واكيد مش هعمل رندر للصوره كلها، هتروح انت جايبه لاست فريم بافر اللي هو الصوره دي، واجي اعمل هنا كده ريجن على حته معينه، ممكن اوسع كده شويه عشان اوريكي بس تفصيله الاضاءه بتاعتك هتبقى عامله ازاي. روح اعمل رندر. الموضوع هتلاقيه مختلف تماما. فاكره انت، مش عارف انت حضرت المره اللي فاتت المحاسب او مجموعه المحاسبين بتوع البنك لما عددهم بيكتر حضرت. حساباتك بتبقى اكتر؟ طيب فانت زودتي كده عدد المحاسبين، فبالتالي حسابات الاضاءه المباشره غير المباشره هتطلع ادق، لان هو بيمسك بيكسل بيكسل وبيقسم بيكسل بيكسل على حسابات الاضاءه عشان يحسبها صح. بص حتى من غير ما قبل ما يكمل، بصي الجلو اتغير. بص انا هجيب دي كده اهي وعطينا. بص ده بقى عامل ازاي؟ في فرق طبعا. شتان، يعني الموضوع مختلف تماما. بصي يعني دي الصوره اهي. بص الجلو طالع سموز ازاي؟ طلع مظبوط قوي. بص بص انت طالع هنا عامل ازاي؟ بس انا محتاج ده وقت التست. حاضر شكرا. ومحتاج وانا بفاينل اطلع حاجه مظبوطه حسابات. حاضر. يبقى انا عارف ده وعارف. وصلت؟ وصلت، تمام. طيب شكرا بس دكتور. العفو عليا يا فندم، بس انا عايزك بص تدققي شويه في التفاصيل. يعني انت كل ما انت دققت التفصيله احنا كسبانين، حتى لو هزود محاضرات ولا يكون على بالي. الكلام ده انا قلته يمكن ماشي. مرارا وتكرارا. بس انت اهم حاجه ان انت تبقي طالعه مستفيده مليار في المية بصوابعك انت، مش بشرح اللي بيشرح ولا حتى بسمعك وتجربتك. ايه يعني بيشرح طز؟ طب انا جربت طزين، انت طلعت ايه بصوابعك بقى؟ عشان لما تيجي تنزلي في شركه او لما تيجي تشتغلي مثلا او تعملي مشروع تخرجك يبقى انت مش ملقلقه وانت بتعملي، وانا هعرف اعمله؟ لا اكيد هو واحد عنده خبره سنتين ثلاثه هيكون احسن كده، فاهمه؟ لكن انت لما تعملي الكلام ده فعليا
الموضوع خلصان. وصلت؟ وصلت. طيب تمام، يلا خش على اللي بعده. بس انا زعلان منك بقى عشان موضوع السناب ده كان قديم، خدت بالك؟ وانت السناب دي كروتيني. وانت انا كروتيني. خدت بالي منه، بصي هعملها تاني كده كده. بص، هو في الناس بتنسى ايه؟ بتنسى موضوع الستبس بالذات، خدت بالك؟ الستبس اللي هي ايه؟ انت مش عارف نسيتيها ولا ما خدتش بالي، بس انا قفلت لما شفت انت مش ناسيه الستبس. وعلى فكره في ارشاط بالشكل ده، هي مش وحشه، بس انا اخشى ان انت بس تكوني زي ناسيه. الصورة. سيبك منها الصوره، انا اخشى ان انت تكوني نسيتي موضوع السناب بس فقط. يعني انت مثلا هنا اهو كده الشوت بتاعك اهو، نشوف العيال جم ولا الله الله، ده الحبايب كلهم هنا، ولا حد منكم سلم؟ ها، في تسكين ازيك زياده يا ولا باشمهندس؟ تسكين؟ لا ما خلاص بقى، ما انا اللي قلت ازيك يا باشمهندس؟ والله، ده انا هدبسكم تدبيسه سوداء، ما فيش الا سلم سلمنا بس يا ولا استفهام. باشمهندس بس ما سمعتناش. ماشي ماشي، ايوه صح، على يدي، كنت هنا والله يا وكنت هنا. سلمت. طيب كلكم اساينمنتس زياده ما عدا سنه. ماشي. شكرا يا دكتور. لا طيب بص، احنا مش عارف انتوا وصلتوا لحد فين وعملنا دي، خد بالك، وداخلين بقى على الشوط الثاني اللي هو مش عارف انتوا عملتوا ده برضك ولا لا. الكيرفات دي، الكيرف ده انت عملتوه ولا لا؟ عملتها. طب طلع زي الصوره ولا؟ طلع زي الصورة. احنا تقريبا اصلا عملناه المحاضرة اللي فاتت. بالظبط. بص، هي التعقيب بس عند ساندي على موضوع الاسنان، فانا هعملها بس خشيه ان هي ممكن تكون، انا هي قلت انا نسيتها، بس يعني خشيه انها تكون مش عارفه، فانا هاجي لا هنا لا، انا كده. ما قلتش نسيتها. ما مش عارفها، لا عارفاها بس يعني كروتيها. ماشي، ظبطتهاش. ار واعترف. ماشي، انا هاجي هنا كده ادي فيرتكس، وهاجي هاخد هنا ميد بوينت عشان القط من هنا، لان في كتير قوي من الناس بتعمل ايه، تروح واخده هنا كده عندك ساندي على الميد بوينت وتروح طالعه كده، استنى الجديد، وراح جاي واخد من هنا كده ولاد سايكلين، شايف؟ طب ليه؟ طب انت واخد فيرتكس ليه؟ انت واخد ميد بوينت عشان تلقط النقطه دي، والفيرتكس عشان تلقط، خد بالك؟ ما يبقاش فيها لعب، ما يبقاش فيها برو زياده، ما تضايقكيش في البريم والويلد وايت، ماشي؟ ماشي. دي واحده. وكان في واحده تانيه انت عملتي فيها الشمس من غير سما، انا مش بس عارفه ليه مسفره اصلا كده، يعني هو المفروض كلهم ابيض. السفر على فكره هي حته ان انت تبقى اصفر، دي مش قصه، بس هي القصه كلها فين السما؟ اصل الاصفر دي ممكن تكون اداء اشعه الشمس. صح مش هو لما باخد شوت بيجي يقول لي يحط لي سكاي ولا لأ؟ ماشي، انت حطيتي له سكاي، فين هي؟ ايوه، ليه بقى سودة؟ ما انا مش عارف، انت معاك الفايل؟ لو فتحت هتلاقي السكاي عندك نان، خدت ماشي، بالك؟ هفتح شوف. طيب تبقى بصي وقولي لي. بص حاضر. الفريم بافر عشان اوريكي حاجه لموضوع الاصفرار ده، احنا عملنا الشوط ده اعتقد متهيألي جربناه سوا، صح؟ مش احنا عملناه سوا وانا بعت لكم الصوره؟ لا شط زي ده. ممكن حاجة هنا كده واجي اقول له لو سمحت اشيل بس اللينس، مش عايزك دلوقتي، حاجة هنا كده انا مش عايزه اصفر. طب انت عايز ايه؟ اروح داخل هنا كده عندك على الهيو ساتوريشن اهي، وممكن تغير اللون، شايفه؟ او اسحب درجة اللون الساتوريشن بتاعتي، اسحبها لحد ما اوصل الجراي لو عايز، شايفه؟ يعني ممكن اتحكم في التشبع بتاع اللون وكمان درجة اللون. مش عايزاها ممكن تطفيها في اي وقت. اوكي. وصلت؟ طب لو عايزاها تروح على ابيض، يعني ايه تروح على ابيض؟ يعني هي الشمس مديها اضاءة صفراء، انا عايزاها تبقى بيضة من ايه؟ غير ما افضل احرك في الشمس. لا ما انت عايزاها لا، تبقى بيضه، يبقى كصورة انت تانية غيرت، انا بتكلم. ما انت غيرت دي، ما بقتش صفرة عشان انت غيرتي التوقيت بتاع الشمس، ده الطبيعي اللي هي بتاعت منظر الغروب. لو انت رفعت الشمس فوق هتلاقي دي اوتوماتيك باي ديفولت كده بقت ابيض، والجلوينج ده بقى ابيض، ده طبيعي. طب انت هتعمليها قمر ازاي؟ فاكره؟ لا بصراحة، براحتك. تهيألي أنا برفعها لفوق، برفعها وغير فوق خالص، وغير فهي ان انت بترفعي لفوق. ليها settings معينة يعني. لا احنا خدناها برضه قلناها وعملناها سوا. طب حد من زمان يقول اللي فاكر؟ الانتنسيتي ال يا دكتور، الانتنسي بس. الانتنسيتي. الانتنسيتي، الله، انت ايه اللي خرب؟ لا ده انا موجود من ساعتها، بس الموبايل كان ميوت. بس طب انت بس ما قلتليش انت عملت ايه في جهازك، هقول لك دلوقتي. وناديه برضك لسه جايه. مشكلة. طيب بص ادي الشمس اهو، ماشي، حاضر، وادي المنظر اهو. طب الشمس لو انا جيت هنا خليت هنا ده كده الاي بي ار اهو، ده المنظر، شكرا.
طب انت عايز ايه؟ انا عايز اجي يا دعاء كده اروح جاي رافع السورس فلايت ده فوق، وكل دكتور المكان انا ما صحيح. بعرفش اجيب الاي بي ار، ما بيظهرش عندي، مش عارفه ما ليه. دي ممكن بقى درايفر او ممكن كراك الماء الفي ري، ممكن حاجات كتير برضه، ممكن تغير الكراك بتاع الفي ري وتشوف ما هو اللي احنا استخدمناه، اللي هو ايه اللي استخدمته. اللي احنا عملنا بيه الكراك الاول اصلا، يعني اللي احنا كلنا مستخدمين. يعني انتوا كلكم نفس الفيرجن بتاعت الفي ري بنفس الكراك؟ هو نفس الكراك المفروض، حضرتك اللي كنت بعته او حد طيب كان طب في بعته. حد يا جماعه سطب الكراك اللي انا عملته ده؟ في حد عمله تاني؟ الكراك بتاعي اللي انا بعته. انا يا دكتور طب انت عندك اي بي ار؟ طيب بتظهر بس ساعات بتهنج يعني، بس حضرتك قلت لي ان هو عشان في ري ست. 6. لو تعرف تنزله 5 يكون افضل يعني. انا عندي، انا برضو في ري ست. طب خلي بالك عشان انت عندك، لو 5 يكون افضل عشان بس الدنيا ما تهنكش. طيب يا دكتور انا عندي 5 بس هي مش ظاهرة خالص عندي، ومتضايقة من الحوار ده. والله بص، احنا لسه في مشكله في موضوع الدرايفر، اللي هو يا اما بتاع كارت الشاشه خدت بالك، يا اما الكراك، هما مش هتخرج عن الاثنين دول خدت بالك. يعني حاول اغير الكراك، انا كارت الشاشة الكراك كويس. الاول يبقى لو كانت الشاشه كويسه غير الكراك. بص خلاص الانتنسي اوكي. نو مكتوبه 1، خلي دي مثلا 0.01، وادوس وان كليك عشان بس شايفه حاجه. بعد ما يا ولد تعالي خلي الفلتر كولر كده، ايه رايك ما كده يا دعاء؟ حطيته. حلو كده دعاء. اهو كان في حد برضك منكم قال لي لون الشمس ما بيتغيرش، اظن ده ممتاز صح؟ ايوه صح ممتاز صح. طبعا. طيب خشوا بقى اللي بعده. كان في كام صوره استنوا بس لما يتناقش الصور الاول، انا ماشي كده بالترتيب كده. خلاص انت ساندي موضوع السما ولا بصيتي عليه عندك ولا؟ لا لسه. طب بص عليه ورد عليا، يا اما تبعتي لي الفايل. ماشي نيجي بقى للحاج شادي. شادي فين؟ مع حضرتك يا دكتور. هي مالها مضروبة ليه كده بالنار؟ انا يعني شلت في ري 5 لان الدنيا باظت تاني، ورجعت 6، فيا دوب انا لسه بدأت فيه النهارده. طيب هو فبعمل طب ريندر بيبقى في مشكله في الريزوليوشن برضه طيب ينفع تعملي شير طيب يا شادي؟ على طول اهو. طيب هي اصل هي الفكرة كلها، انا توقعت حاجة من الاثنين، يا اما ان هو انتوا سامعيني يا اولاد صح؟ عشان دي مشاكل مهمة هتقعوا فيها. انا توقعت حاجة من الاثنين عند شادي، ان هو مش شغال يا ايمان في ري كاميرا، لا هو شغال فيزيكال كاميرا. الحرقه دي او اللسعه اللي في الشوت ده دي بتاعت الفيزيكال كاميرا، او ان هو يكون عمل يا ولاد ريندر بالبرسبكتيف اللي هو المنظور، او ان هو سايب الحيطه اللي في الظهر مفتوحه زي في حد من حبايبنا برضك هجيله دلوقتي، اللي هو ده سوندس. بس لسه هي موجوده صح؟ هي موجوده يا سوندس صح؟ ايوه يا دكتور ده انا موجود. زعلان منك زعل، ده انا بقول عليك خالفت في الملاعب. انا ده مالك اتخضيتي ليه كده؟ لا انا انت نايمه ولا ايه؟ يا سندس مش عارفه اعمل ايه. لا ولا لا اي صح، حاجه. طيب انا بقول لك ما مع هجي لك، بس حضرتك. لا انا بقول لك ان انت في هنا شمس داخله كتير صح؟ اي شلتها خالص، ها؟ ما ليش انا شلتيها شلتها بقى ليه؟ في اللي تحتها طب انا هقول لك حاجه بس، طب انا عايز الصورة اسالك سؤال، التالتة. طب انا هسالك سؤال، افرض قلت ان دي الشقه موضوع بتاعتك، الألوان. يعني افرض ان دي الشقه بتاعتك وانا عايز فعلا شمس، بس اكيد يا اما هيكون عندك شباك سواء كان كبير او صغير، يا اما بلكون او تراس، بس في النهايه مش هتبقى بالوسع ده صح؟ انت كده كانك شايله حيطه كبيره صح؟ ما كنتش عايزاها تبقى كمان اكنها غروب كده اصلا، يعني لو يعني عايزه كنت شمس كنت عايزاك عايزاها تدخل اضاءه نهاريه. إضاءة إيه؟ نهارية؟ اللي هي الساعة كام؟ يعني تبقى بعد نهار الفجر يعني، مش قبل قبل غروب الشمس؟ كده. غروب يعني بعد 5 6 كده صح؟ طب ما هي دي يعني الساعه 10 الصبح زي وقت النهار يعني عادي، 10، يعني ما تبقاش ما الشمس. 10 الصبح هتلاقي فيها لا دي شمس. اكنها المغرب. طيب ما أنت بتقولي بغروب. هقول لك لو أنت عايزاها 10 الصبح، أنت عايزة إضاءة سما ولا إضاءة شمس مع سما بلون أبيض؟ إضاءة شمس مع سما بلون أبيض.
خلاص يبقى انت معاكي لحد قبل 12 عشان ما تلسعش منك والاضاءه تبقى قويه. حلو ده والله. خلي بالك يا شادي انا مستنيك عشان ابدا مع سندس وبعد كده اخش على دعاء. بس انا برضه يا دكتور اضاءة الشمس دي مش مريحاني خالص حلو قوي. صراحة، بتعب بيها. احنا عايزين بقى نظبط الحاجه اللي مش مريحاكوا دي قبل ما نقول. شادي انت خلصت؟ بعت عشان همسك سندس وبعد كده دعاء. وشادي يختم انا بنيته. بعمل شير سكرين، طب يلا. هو بيقول لي ان حضرتك عامل ديسيبل للشير والله ما سكرين. عملت حاجه ابني، هو البرنامج اللي بيعمل ده الستاندرد بتاعه. يلا انا فتحت. فريده انت اللي داخله بلينوفا يا فريده؟ يا دكتور، طب مين ال 20 100 ده؟ رقم موبايل ده ولا ايه؟ ده انا يا دكتور مين؟ مريم. ياه، ولا دخل برضك عليك 3 تاسكات زياده بقى يا مريم عشان دخلتي ولا سلمتي. ماشي، معلش انا اسمي مش كوش، حابه اقطع شرح لا حضرتك. قطعين، انا السلام اهم من الشرح، لان انا الشرح ممكن اعيده لكن السلام مش عيد. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. طيب انا هقطعك بقى يا شادي. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه قبل ما اكمل؟ هو في ديلي في الصوت ولا انتوا سامعيني؟ لا سامعك سامعك حضرتك. حضرتك. طيب امال ايه؟ يا خالد زي ما انت شغال معايا، انت كنت بتفرج معايا، هنا في مشكله، ده يا دكتور في مشكله واضحه كمان. هسيبك من الحيطة، الجهاز، مش هسيبك الا لما نظبطه، بس انا عايزك رابع حيطة فين الحيط؟ لازم يا المكان شادي، يبقى مقفول. شادي انت قاعد فين يا شادي دلوقتي؟ فوضى فوضى مقفولة. تمام، مقفوله ولا فيها حيطه ناقصه؟ لا لا مقفول. ليه مقفوله ليه؟ عشان هو ده المنطق، هو ده الطبيعي، فاهمني؟ عشان تقدر تحسب حسابات الاضاءه والظل والنور والشكل العام عامه، صح ولا مش صح؟ مش تمام. بتكلم في ماتيريال، مش بتكلم في تفاصيل، هي التفاصيل ناقصه اه، بس انت يعني الضلع ده من ضمن اهم حاجه انت عايز. عشان كده انا حسيت ان في طبعا البي ري كاميرا تمام، وادي هنا دي الكاميرا بتاعتك ماشي. الله، طب ما فين الشمس اللي كانت لاسعه على الدنيا؟ ما فيش شمس، ما عملتش شمس اصلا. طب ما الشوط ده احلى من اللي انت بعته، على الاقل ده مش لاسع. ما انا قللت ال بس هو ايه يعني كان المربعات معمول دول؟ دبليو لي. ايه ما دول؟ هو الريزوليوشن دي بقى انا مش عارف اظبطها خالص. طب اقول لك ايه الريزولوشن دي؟ حد فاكر اولاد الريزولوشن دي كنا بنظبطها منين؟ من الريندر سيتنجز من برضه. الرندر. يا ده يلا خليكم فاكرين الترتيب، بعد شادي احنا عندنا قبل دعاء كان في حد بس انا نسيت. سند. سنتي سنت بص ادي الشكل اهو، وهاجي هنا يا اولاد كده على كومن، هنا بقى موجود كام؟ وبعد كده انت مختاره ايه؟ فيديو؟ لا تعالى هنا والله لو سمحت، انا محتاجه هنا يكون كاستم. انا المفروض انا بدوس يعني اهو كاستم اللي هي دي شايفها، ودي الارقام بتاعته. هتروح انت جاي عامل ايه؟ انت هتفاينل؟ لا مش هفاينل. طب خلاص ماشي، خليك ما تفاينلش بس ارفعها شويه قيمه التيست اللي هو اللي انت ممكن تتفرج فيه. اه ماشي، بس هو الشوط طول قوي قوي. هشيل اللوك، مش احنا خدنا الكلام ده المره اللي فاتت؟ لا واجي خالد دي تمام. كده هنا، خالد 1200. اللوك عجبك؟ قصدي الشوط عجبك؟ هرجعها تاني. اي بس هو في ديلي عندك في الكلكايه يعني، بتك عليها ما بتسمعش الكلام. اهي وخلي ده كده 1200 عشان يبقى الشوط عندك يا مريم بالطول، صح؟ ماشي خلاص. الريشيو نفسه بتاع طول وعرض الصوره تمام عجبك، بس هو برضك كروت حاجه. المفروض يجيب من هنا شيفت اف، شيفت اف دي اللي هي شو سيف فريم، اللي هي حدود الامان، اللي هي باجي هنا كده من قائمه بي ري، بي ري كاميرا، واجي اقول له هنا شو سيف فريم عشان كده يبقى بالطول كده. الريشيو ده وطول وعرض الصوره ده عجبك، حط اللوك ماشي، وابتدي ان انت تخش زوم ان كده. شايف؟ تعالى بالبان هنيجي كده اهي، تعالى نمسك الحيطه دي، الحيطه دي مفرغه ولا صلب؟
لا سوليد الحيط. الله، ده انت بتكروتني تاني يعني، انت لازق الباب صح؟ اهلا وسهلا، ماشي. طب انت ليه بتكروتني طيب؟ يا باشمهندس انا لسه مخلص عملت له انستول تاني من شويه. انا بس مش عايز حد ينتقدك في شغلك، مش عايز حد، زي ما انا كنت بتكلم مع سامي يعني، اكرم عليا ان حد يكون انت شغال صح ومش يقدر ينتقدك، لو انت شغال غلط هيبتدي يصطاد بقى اخطاء منك ويبتدي يروقك، ودي حاجه انا بكرهها يعني. اجي هنا كده اهو، وهي واخد ده كده، هي الحركه بطيئه بس شويه، اجي هنا كده طب انا جيت هنا كده ورا، هو احنا كنا عملنا ايه يا اولاد في الشوط الاخضر؟ إيه ليه عملنا السناب وشديناها ودخلنا الكاميرا من غير سناب خلي بالك احنا مش السناب الفيرتكس؟ اللي هي الفرق. حاجه هنا كده ادي ديسبلاي ايه ده كنسل ديسبلاي، واخد هنا الكاميرا وهمسك دولت واجي هنا كده موديفاي وهاجي فريده عاملة يا فريد احنا عندنا امتحان النهارده ايه ده فريد لا بلاش امتحانات، انا المحاضرة اللي فاتت ما لحقتهاش، انا والله العظيم مضغوطة ضغط طبيعي، لا يلا والله ربنا. عارف عارف انا ما كنتش همتحن بس لولا ان خالد اصر النهارده ومريم برضك اصرت شويه شويه يعني خدت بالك ليه كده بس؟ مش مريم عارف بالذات مش مصرة خالص. يعني انت قصدك انا بكذب يا مريم ماشي يا مريم ماشي لا لا خالص. اي لا قصدك انا انا رجعت اسف في كلامي. طيب بص فانا رجعت ورا كده لان احنا في عندنا اولاد في حاجه جوه الكاميرا حاجه اسمها كليبنج. ايه الكليبنج دي؟ الكليبنج دي هي اصلا اوتوماتيك بتقص الحيطه زي ما كان شادي عامل بس ما بتسمحش لاضاءه الشمس تخش جوه يعني انت المفروض عندك حيطه ناقصه الشمس كلها عندك جوه في الاوضه لكن الكليبنج دي لا بتخلي كان الحيطه بالفعل موجوده. احنا لسه ما خدناش ولسه ما خدناش كاميرا فانا كده يا دوبك لحد ما هاخد الكاميرا انا وسعت. طب شكرا وهقفل واخرج من الامر خلاص الدنيا متظبطه عندي. هنا بقى كده عندك يا شادي اول ريندر ده اللي انت هتظبط عليه شغل بناء على اللي طالع بناء على اللي انت هتظبط. شايف انت الاضاءه عندك عامله ازاي دلوقتي؟ مفيش إضاءة أصلا، استنى ده في عفاريت جوه اصلا مش فاهم ايه اللي طالع بقى. انت حاطط اي نوع من انواع الاضاءه جوه يا فنان؟ عامل سفير مش ممكن حاططها فين دي؟ في النجفة دي. انا بس هو سؤال لولبي بس هو انت النجفه دي سوليد ولا مفرغه؟ وعاملها جلاس، بعديها اديت لها الماتيريال جلاس، انا بس هي بس كده لا دي تبقى واحده اكيد لا دي واحده دي واحده هي دي اصلا كانت عباره عن ايه؟ شامفر بوكس. طيب الشامفر بوكس ده مفرغ ولا سوليد من جوه؟ المفروض كده سوليد. تمام يعني انت لو جبت كتلة اسمنت وحطيت لمبة من جوه متوقع انها تطلع من ايه؟ طب معلش هو انا يعني هعمل ايه؟ انا مش فاهم. ابسطها واضعف الايمان ما هي مش هتتعمل كده طبعا بس اضعفها انت ممكن تعمل شيفت سكيل وتطرح الاثنين من بعض انت كده كده مديها جلاس فاهمني؟ فانت لو انت جيت كده انا هوريكم بس عشان في بعض الناس يقول لي هو انا لسه يعني هروح اعمل كل التفاصيل دي يا فندم خلي بالك انت كل تفصيله والتفاصيل اللي انت بتعملها بتاثر على اصل الشوط بتاعك. انتوا حد اولاد سامعني؟ يعني انت لا كل كل تفصيله ولو صغيره الكلام ده بياثر على شغلك وتخليك تلف الحلزونه. طب ما انا عاملها وعاملها ازاز وتقعد تناطح مع نفسك وانت حاجه صغننه كده انت مش جايبها مش حاططها في اعتبارك اصلا فاهم؟ امسك دي كده اهي ده كده انا بقى انا عاملها بالحب يعني عنده لان الحركه عن شادي ضعيفه شويتين وهمسك الكبيرة زي ما احنا حتى خدنا البرتقالة لو حد فاكر او كورة اللي هي كانت في ثلاث محاضرة يمكن. اجي هنا كده اجي اقول له هنا ادي هنا كومباوند اهي واجي يا سندس اقول له هنا ادي بروفوليان واجي اقول له هنا ستارت بيكنج واروح جاي واخد الصغننة اللي هي دي. يعني انت قصدك ان كده هتفرق؟ هنشوف تعالى هنا كده ريندر وشوف اجي هنا. ولا فرق يبقى انت يبقى انت مديها فيزابيلتي بقى مش مديها جلاس. انتوا حد معايا يا اولاد انا ماشي ازاي؟
نعم يا حاج شادي. مع حضرتك. طب انت مديها ايه بقى؟ أنا في الماتيريال المفروض مديها جلاس، مش عارف ليه. كده ادي الماتيريال اهي، فين الجاز؟ اي هو انت شغال في ري ماتيريال؟ هتشوف حاجه لا سيستم مش احنا اتفقنا قبل ما تشتغل خالص هتروح تظبط الماتيريال بتاعتك او السيتنجز بتاعتك، ريندرنج، ريندر سيت اب، واجي اظبط اللي هي الخطوتين، او كاستمايز كاستم يو اي. عرفت بقى المشكله جايه لك منين؟ دي مظبوطه تمام. هرجع بقى هنا كده تاني ريندرنج، او اخش هنا عندي على كاستمايز اهي، واجي اقول له لو سمحت، واجي اخش هنا على بريفرنس ازاي. لا كنا بنخش على ايه؟ حد فاكر ولا فين؟ بس مايل اهي ديفولت سويتشر. دي الخطوتين يا مريم اللي احنا خدناهم في بدايه تعريف الفيري للماك. طب ما هو الراجل شغال زي الفل اهو، انت عايز منه ايه؟ اي ماشي، بس الماتيريال دي غلط. ايوه عامل لك ايه يعني؟ مش فاهم. في زيتونه صغيره قبل ما تشتغل وتاكدت من الخطوتين دولت، هتيجي منين؟ والله لو ما حد ريسيت صحصح لحدبسكوا تدبيسه سودة. واعمل لها هنا ايه؟ بس ريسيت ايه اللي هيحصل؟ الحق ده، بص ظبطت اهي، ادي الكوره هي لونت، ودي اسمها دي هي. شايفها؟ ساعتها بقى تروح انت ماسك بقى حضرتك الكتله دي كده، واي كوره من هنا وادي اساين وشوف. مش حاضر، لو في ماتيريال بنفس الاسم بيغيرها، بتعمل رينيم للماتيريال. طب فين الجلاس بتاعك؟ انا ما خدناش جلاس، هاخده كريستال. ماشي هاخده كريستال كده. اه ماشي مش مهم، هو ده. اه هو ده حاضر، اساين وشوف وتعالى اعمل هنا. بس الحيطه اختفت صح؟ هو الفايل اصلا اصله تقيل عندك؟ هو الـ انا من اول ما بنزل الفي ري الـ يعني 3 دي ماكس بتعفن. انا الماتيريال كنت مظبطها وكانت جلاس فروستد وكل حاجه ماشيه كويس. طيب خلي بالك كده، الكلام ده هيضايقك قوي، ان هو تقريبا ما بيتحركش. بص الموضوع فرق ازاي، الدنيا تظهر. انت معايا ولا فين؟ مع حضرتك بس انت بالطريقه دي كده هتتخنق يعني الكلام ده هيخنقك. انا هحاول اشوف فيرجن تاني الفايف وارجعه تاني فايف. الستة تقيل أصلا ورخم. شوفوا قول تمام. هو انا كان في حاجة تاني في الماتيريال بتاعت قول الخشب، انا ما قول. فيش ماتيريال خشب اوريدي موجودة، او في حاجة في الماتيريالز لا الخشب؟ هتلاقي أي ماتيريال خشب. أنت كده كده أنتوا خدتوا أولاد المكتبة بتاعتي صح؟ ايوه هتلاقي في عندك تالت فولدر اسمه شيدر اللي هي دي، هتلاقي في عندك تيكتشر زي، يعني هتلاقي في كمية خشب لا حصر لها. بس انزل تحت كده، خشب بقى طب وجرانيت وخام. ادخله ازاي؟ ناخدنا ادخله ازاي؟ الصورة دي، احنا ما خدناش ماتيريال، بس انت يا دوبك لحد ما احنا خدنا، انا همسك دي كده واخدها هنا دراج اهي على الكتلة اللي موجودة عندي من بره فقط. ايوه تمام. انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. يعني بصي احنا ما خدناش ماتيريال خلاص. فانا أصلاً كنت لو انت عندك اي كتلة اهي شايفة حاجة الصورة، يا دوبك انت هتاخديها هنا كده دراج وما تشيليش صباعك الا منين؟ على الكتله نفسها. شايفه؟ خلي بالك يا ولاد احنا تالت اهو، عشان زمايلنا اللي ما جوش، شاف دياب جت اه ولا لا؟ خد بالك عشان الوقت انت اللي بتجيبي اي كتله اهي، وليكن ده مثلا اهو ده، بلاش ده قاتم شويه، تعال ناخد ده مثلا، هو قاتم وراه اخر بس يعني حاجه مختلفه. شايفه؟ حد معايا يا ولاد؟ ايوه شاهد انت كده تمام؟ تمام يا دكتور. انا عندي مين بقى؟ فين سندس؟
اهي سندس، انت هنا سندس؟ ايوه تعالي لي بقى، انا عايز اسال هو انت عندك الاضاءه اللي في النص دي ايه دي؟ حطيتها مش اسمها ايه، طب مش اسالك لايك. سؤال، طيب هل منطقي في مدخل اللي هو باب الشقه يكون فيه الاضاءه بالحجم ده؟ ما هو انا جربت لما شلت الشمس، قلت اجرب احط اي اضاءة مثلا لا اشوف لا لا، ما المشكلة. اقصدش، لا ما اقصدش، انا اقصد ان انت لما هتيجي تشتغلي مثلا عندك في البيت، عندك في مدخل باب لا ما فيش الشقه. حاجة بتبقى منطقية خالص. طب معلش، طب انا عاملها ازاي يعني؟ لو وده ممكن يحصل على فكره، ممكن تبقى فيه لمبه فلورسنت وبتبقى بالحجم ده، بتبقى موجوده، وانت قررتي شقتك انا عايزها في المدخل يبقى كده، يبقى انت مضطر ان انت تروحي تجيبي اليونت اللي هتركبي فيها ده، انت فاهماني؟ يعني انت هتروحي تصممي اليونت، انت معايا؟ لكن مش طيب هتحطي بلين بس في المدخل. قولي بقى سؤال. اول حاجه، هو الترابيزه اصلا ديت انا مش عارفه اعمل العواميد اللي بتبقى على شكل اكس، مش بتظبط استنى استنى معايا. استنى، انت حاطه اكس واحده بس على الترابيزه؟ ايوه عشان هي بايظه. انت بخيله على فكره، بخيله، هتقع. ما هي المشكلة ان هو انا اصلا بعملها بطريقة غلط، لان انا بعملها وبعمل روتيت، فهي اكيد ما بتتعملش بالاسلوب ده، لان طب الروتيت بيطلع استنى، مش تعالى مظبوط. نجيب الصوره، فين بلاش الصوره؟ الصورة ليه بلاش الصوره ليه؟ يعني، لما بقارن بين الروتين يعني. لا هو انا هعتقد كل ما تبقوا انتوا احسن مني انا شخصيا، بس ساعدوني، بس مش عايز اكتر يعني، انت عكوا ومالكوش دعوه. لو انتم ملاحظين ان انا اصلا حته المراجعات ما بينه والمشاكل دي بتبقى اكتر من الشرح كمان. فوق ايه؟ هو ايه؟ لا هي كده تحت، انزل تحت يا دكتور كده. اهي ايه زي كده اهي. تمام، مالها؟ قولي. طب هو اول حاجه البلاط اللي في الارض ده ما عرفتش اعمله مربعات، سيبك مش من عارفه البلاط. المفروض كنت داخله لا لا صوره لا، مثلا سي ولا ما ايه. هي صورة يعني، سيبك من المربعات، المربعات دي الارض، ادي بلين اهو، ماشي حاضر. وخلي بالك برضك انا بقول تاني، احنا ما خدناش ماتيريال، احنا خدناه اجتهادا فقط. فانت حضرتك هتيجي هنا كده على الشيدرز اهي، اشوف اي بلاطه فيما شابه، فيما شابه، مش مضطره ولا مجبره، انت ممكن تخليها ساده ولونها جراي. خلي بالك انت بتستقربي يعني، ايه بستقرب؟ بجيب الحاجه اللي هي ممكن تبقى يعني فيما هاخد الباكيت اهو جراي مثلا، ما عجبكيش بتغيري حجمه كبير قوي، احنا حتى ما خدناش ان انت ممكن تغيري حجمه قد ايه. خدت بالك ده الكلام ده احنا تفصيليا في الماتيريال، ممكن اجي اشوف واحده ثانيه يمكن اصغر فقط. عايزه تريحي دماغك وتخليه جراي، انا ما عنديش مانع، مفيش مشكله. معايا سندس؟ ماشي خلاص مش مشكلة ده، طيب بس برضو هتشوف مثلا مثلا، الإضاءة اللي في الصورة هنا مثلا عاملة إزاي. طب انت فهمتي قصه الماتيريال دي؟ طيب لسه أيوة بقى الترابيزه بقى نعملها ازاي؟ ادي شكل الترابيزه. ايه انت رحت فين؟ دكتور، انا كنت اه دكتور، عملتها انت كنت فين؟ على الجريد، ماشي، انا عامل زي الجريد الجريد. سناب. ماشي، ادي ريكتانجل اهو. لا هو ما عملتها لاين على طول. هو هو سؤال بس، انت ممكن تعملها لاين وممكن تعملها بريكتانجل، بس هو سؤال يعني، بقيت الناس ساكته، هي مش عارفه، عشان بس ده يعني ممكن ناخد بقى امتحان يفصص الكلام ده يعني، الساكت ده مش عارف. وانا اول حاجه ان انا رسمتها اصلا ب 3 دي مش ب 2 دي، انا ليه؟ رسمتها ببوكس. هي ايه؟ ثانية واحدة عشان كنت بنقل حاجة. بس لا احنا بنتكلم الاكس، على ترابيزه. الاكس يعني انت هتيجي هنعمل تعملي لها، هنعمل لها ممكن نعمل لها بلين مثلا ونعدله طب وليه؟ ونعمل عليه لاينز وبعدين نعمل ريندرينج. طب تمشي كده طيب؟ وبرضك لو انت عايزاها ريكتانجلر او حتى ريديال زي ما انت عايزه، بريديال انت حتى، وتقول انت جاي عامل ميرور. طب انا كان قصدي نعملها تمشي بلين كده؟ عشان نعدل الاكس، يعني طب تبقى تمشي اكس كده؟ مظبوط. مظبوط. وبرضك حتى انت ممكن تاخدي نسخه من البلين ده وتحطيه فوق. انت ما هو معايا انا سندس؟ عملت بوكس وبعدين عملت له روتيت، بس الروتيت بقى بيبوظ، بيطلع بيدخل في لا الجنب وبيطلع وانت باي. ايه، وانت ايه اللي يعذبك وتروح تعملي روتيت بوكس؟ يعني ايه اللي يعذبك؟ ما هو وتوفري كمان في كميه السيجنال. انت معايا ايوه خالد؟ ايوه
نعم. مش اسهل؟ ولا حتى لو حبيت تعمل تحت برضك نفس القصه، خد نسخه وميلها على الارض عادي، بس برضك هيبقى 2 دي ايوه صح. حجمها. طيب تعالي تاني، ايه تاني؟ ايه تاني ضايق؟ دكتور معلش كده انا كده عندي سؤال معلش، قول يا فندم براحتك. هو ممكن بلوك تكون دخلت الفايل هي اللي بوظت الدنيا؟ يعني مثلا دخلت باب او دخلت اي حاجه جوه فايل هو اللي بوظه لي؟ ممكن. طب انت جايب البلوكيه اه منين؟ ايه؟ جايبها منين البلوكيه؟ من اللي هو اللي حضرتك كنت لا بعته لنا اللي هي اكيد الفايلات لا اكيد لا، دي متجربه وشغالين بيها بقالنا كتير قوي، لكن ممكن اه من الانترنت بيبقى فيه ملفات وفيها فيروس. اصلا دخلت بس بلوك باب من واحده، ودلوقتي انا فتحت فايل جديد وجيت اجرب يعني ما اعملش اي حاجه، وجيت دوست ام قامت مطلعه لي الماتيريالز عادي مظبوطه والفايل لا بيقفل ويفتح. استنى، ما دي كويس الزتونه دي حلو. خلي بالك انت لما بتيجي تجيب اي فايل وتعمله اوبن بيجي لك بالسيتنج ستارت، يعني انت رحت اخترت مثلا من هنا خالد انهي باب، يعني انت عندك ادي المودل ده كان ايه ارك مودلز تقريبا كان في اربعه، في كان اربعه في فوليوم كان اللي هو يعني في الرابعه دي، ايوه ماشي، الرقم باب كام يا فندم؟ باب 047 047 تحت خالص، طبعا هو ده. اهو في عندك شقين، انت لما هتيجي تاخد الباب ده ونطلعه انت هتاخده وتعمله هنا دراج كأنك تعمله ميرج، شايفه؟ اه حلو. يقوم الباب ده يجي لك بخصائص مين؟ بخصائص الملف الجديد اللي هو الفي ري العادي. لكن لو انا رحت عملت هنا فايل اوبن، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هفتح هنا الاقي الكور العاديه بتاعت الفي ري، شايفها؟ لكن اه انت هتروح تعمله فايل اوبن، طب معلش هو مين عمله؟ وعمله بانهي ماتيريال؟ وانهي وضعيه ريندر؟ بانهي سيتنجز؟ لان انت خلي بالك الفايل بيجي لك، يعني مثلا فرضا جات سندس شغاله على ملف وهي شغاله كرون، فهتجي لك الفايل تقول لك افتحه عندي، انت ما عندكش كرون، هيطلع الفايل اسود لان هي جايه لك الملف بتاعها بالسيتنجز بتاعت الكرون اللي هي مش موجوده عندك. تمام. لحد ما يعرض، يعني انا عملت فايل اوبن دلوقتي مرة فعلا حاولت ادخل فايل ماكس دخل لي كله اسود، ما بصي ظهرش غير لما عملته كلون. تعال نشوف كده، هتشوف حاجة؟ هو انا عندي بقى الكور دي مش باينه يعني، انا ما طب انت خدت بالك ايه اللي حصل؟ لا جالك بقى اني سيتنجز ستاندرد او حاجه اه سيتنجز دي الستاندرد عامه. عشان انا عملت فايل اوبن، فانت دايما ما تعملش فايل اوبن، هي مش قصه، وممكن تيجي حضرتك تقول له انا عايز اعمل ريسات زي ما عملتها انا وساندي من شويه وهترجع لك الدنيا. بص عامله ازاي؟ يا نهار اسود، هو ايه الفي ري ضرب ولا ايه؟ لا هو ما ضربش ولا حاجه، السيتنجز عايزه تتظبط. طب اظبطها ازاي؟ ارجع بقى ولف الحلزونه تاني. هي يعني الفكرة ايه يا أصلا يا خالد؟ دكتور إن هو حتى الفايل ده لما باجي أقفله أو أعمل له سيف، يعني أنا بعد ما اشتغلت وجيت حطيت الباب وجاي بقى بظبط الماتيريالز حصل اللي حصل ده، أجي أعمل سيف عشان أقفل، لا بيعمل سيف ولا بيقفل ولا أي حاجة. انهي فايل؟ فايل ده؟ الفايل بقى لما بعد ما حطيت فيه الباب يعني. لا بص علاقة. بص رجع تاني ازاي؟ لا فانت لما هتيجي تشتغل تعمل ايه؟ انت هتيجي تعمل فايل امبورت ميرج يا اولاد، وعشان تيجي على الفايل بالخصائص بتاعتك انت. تمام. هو لسه المشكلة قائمة عندك يا خالد؟ انا لما جربت دلوقتي فايل جديد المشكله خلاص راح، بس ما الفايل هتوه، اللي انا كنت لكن اشتغلت فيه ده لا اعمل بقى وصل فايل، اصلا. اعمل بقى فايل امبورت ميرج مش هتلاقي فيه حاجة. تمام ورد عليا. تمام طيب مين تاني يا اولاد؟ احنا كنا واقفين عند مين؟ اه سندس. عندي يلا سندس قولي ايه تاني؟ الإضاءة، بس الإضاءة عايزة أظبطها زي الصورة، زي الصورة هقولك اللي بص، حضرتك. لو انت هتجيب الصورة عشان نظبط إضاءة، إيه الإضاءات اللي موجودة هنا؟ كام هنا واحدة؟ إضاءة تطبيقية واحد وإضاءة النهار اللي هي دي، وإدارة النهار. دي واحدة اللي هي الكشاف ده، ثم اللي هي حتى منورة من فوق أهي، بس اه باين إن في بلكونة أو في شباك مدي ضي من هنا، حد شايفه؟ ايوه تمام، الشمس. يبقى انت كده عندك نوعين من انواع الاضاءه. اه بس استنى، هو ده ايه ده؟ لا ده البتاع ايه؟ اكيد مش ده. لا هو هو يا حاجة على دكتور، السلم ممكن؟ ايوه نفس لا كده، حاجة هو على السلم. لا ايه هو يا جماعة هو نفس هو؟ اللون حتى. طب هو هينور هنا؟ لا ده الانعكاس بتاعه. خدي بالك، خدي بالك، بص في فرق قد ايه. انا حاسة ان في حاجة على السلم، فهي طبعا او حاجة في النص. في، هي في النص في الحته دي في حاجه هنا، انت حد معايا ولا فين؟ ايوه اه حضرتك دكتور. هو ده ايه ده؟ هو ايه ده؟ الباب، ما عشان كده انا بقول
عشان كده انا بقول ده اللي انعكاس بتاعه. ده الباب لا اكيد. ده مش الباب، لا لا ده حاجة احنا مش شايفينها. هي اللي فيها اضاءه اكيد. يعني. ما هو انا بعذبكم. بس معلش يعني، واحده واحده عشان بس الدنيا تبقى بيس معايا. خلي بالك، هو المرايه دي عكس الناحيه دي يعني، حلو. فالناحيه دي فيها حاجه عامله زي الباب، او فيها حاجه منوره من فوق، شايفه؟ مش قصه، بس انت على الاقل الفايل بتاعك لما تحب ان هو يخليه ينور، فانت تبقى انت تقدري تحللي الاضاءه عندك، اضاءه اللي هي طبيعيه واضاءه صناعيه. وما تنسيش برضك ان انت في عندك هنا في ازاز، شايفه؟ أيوة. هو ظبط معايا دكتور عامة. ظبط. طيب انا عايز بقى طب اللي يا هي دكتور، في باب المشاكل زي برضو كده. على اليمين، ممكن نعم يكون هو ده، والله. بص، هو في لا، باب ما انت على اليمين ده ممكن ايوه يكون ماشي، هو ده، ممكن واللي يكون فوقيه حمام. في لا، فوقيه. وايه ده؟ جرب فوقيه في سبوت او حاجة، ولا ممكن الهوا؟ تكون دي هي الإضاءة مفيش. الصفراء دي ده جرب. الفجرية. بص شكل العمود هنا عامل ازاي؟ ده حاجة الناحية التانية، حاجة في الوش بصرف النظر، موجودة أو مش موجودة. أنت عندك بصفة مبدئية هتنوري بده، وتنوري باللي هي الإكستيريور لايت، إيه، في شباك، في بلكونة مفتوحة، في حاجة عشان تديك الشكل. الاكستيريور لايت اللي هو الشمس، صح؟ الشمس، بس خد بالك كان فيها الشمس يعني، الكلام ده مثلا بعد الغروب والليل داخل، يبقى فيه إضاءة، بس إضاءة سامعة يعني. قبل الشروق ممكن تبقى اللي هي بعد الفجر وانت طالع، بس ما بلاش موضوع البلين لايت ده. حاضر. طيب ايه تاني؟ دكتور انا فتحت الفايل، فممكن اعمل شير سكرين؟ يا ريت، اتفضل. اهو. حلو، وليه ده كان مشكلة؟ ده مشكلة السمع صح؟ سكاي. بعد كده دي ابروف. رندرينج. دكتور مش حضرتك قلت ان الاطار الاصفر ده اللي هو لما باجي اخد شوت هو ده اللي هيظهر لي في الشوت؟ طبعا. طب ساعات بكون مثلا مزومة على جزء معين ولما باخد الشوت ما بيجيبش هو ده، بيجيبه اما اقرب يا اما ابعد، لا مش ممكن. حتى لو مشيك هو بقى. حاجة. لا لا، ايه نشيك سوا، لكن ده مش ممكن. ايه ده؟ هو انت رافع التارجت ليه كده عن الارض؟ طيب ايه ده؟ افندي، مش عارفة، ده انا مخصم الخصام. يا نهار ابيض، لا عشان انا كنت حاسة ان الشادو جاي من فوق فحطيت البتاع كده. ودي ايه دي على الارض دي؟ دي ايه؟ ايه على الارض دي؟ دي دي الكاميرا صح؟ كاميرا. بس انت حطاها جوه الارض. دي الكاميرا غير الكاميرا، مش مشكله ماشي، بس الكاميرا دي ما كانتش ظاهره ومش هتظهر عشان انت اصلا جوه الارض. اوكي. استني بقى كده، تعالي نشوف هنا بقى السما السوداء دي راحت فين. تعالي نقول لك هنا كده اي دي ار، هو ما بيقولش. اروح انا جاي اعمل ايه؟ انا دي خالص. حاطه هنا ان السنه كتير، انت غيرت السكاي موديل. بص، احنا في عندنا حاجه من اتنين، يا اما هشيل الحاجه دي كده تمام وهروح ارسم شمس، يا اما هروح امسك بقى اوبشن الاوبشن اللي هي ساندي عاملاها، وابتدي اراجع ايه في يمين، محطوط امتى، محطوط فيه رقم كام، او متغير فيه ايه. خد بالك انا هجرب حاجه، ادي دي رسم اهي، بصرف النظر عن الشادو الحقيقة السما طلعت اهي، شايفه؟ يبقى انت عملتي ايه وانا برجح الكلام ده؟ وعايز سما. لو سمع. برجح ان انت وانت شغاله في الكلام ده اهو، هو السما عاديه طبيعيه اهي. حد معايا ولاد؟ خالد؟ وهي بتتحرك، عمل حركة بسكرول. ايه السكرول ده؟
يعني جت مثلا هنا وكده دخلت مش واخده بالها، هي بتكلم مثلا في الموبايل ولا حاجه، عملت كده هتشوف حاجه في اوبشن بقى من الاوبشنز حصل فيه الكلام. خلي دي كده كده حاجة. ماشي انا طيب يا دكتور، أنا عندي سؤال. قول هو ليه التارجت بتاع الشمس دايما حضرتك بتقول إن هو يكون يعني قريب من الأرض؟ ده ما اقولش قريب من الارض، ممكن يعني يكون، ممكن يكون مت... بحسه هقول لك حاجه، هو الطبيعي ان انت بيكون الشادو فين؟ الأرض شادو على الأرض. تمام، يعني انت قفلتي يا ساندي ماشي. بص سوري، أنا كنت فاكرة إن احنا لا خلاص. لو انت تمام خلاص. أنا تمام. طيب بص، انا عندي مثلا الشادو ده او عندي الشكل ده، يعني ده الشوط بتاعنا. والله جت مثلا دعاء قالت لي طب انا عايز اجيب مثلا الكسره بتاعت الشمس جايه نصها على الحيطه وجايه نصها على الانتريه، وده بيحصل احيانا على حسب فتحه اتجاه الايه؟ الشباك مع اضاءه الشمس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا همسك دي كده واروح جاي عاملها هنا هايد، والفازه الطايره دي هعملها هنا كده ادي هايد، وادي هنا قرص الشمس اهو، وهاجي فريده كده ادي فيري سان، وهدوس وان كليك والتارجت اهو. وخلي بالكم موضوع التارجت ده مكانه فين؟ على الاقل تبقى انت عارفه بس مكانه. واروح جاي رافع ده كده، اجي هنا بموف واروح رافع صح دلوقتي. ماشي حلو قوي. هو انت بتظبط ايه؟ الحاجات بقى العاديه، مش هنظبطها كلها ولا حاجه، بس يعني ايه؟ على الاقل الثلاثه اللي هي الاولين دي. وادي هنا الفوتون امتري ديس. ماشي. واشغل بقى صاحبتنا الاي بي ار دي اهي عشان نبتدي نشتغل. انت عايز ايه؟ ادي شكلها. اه تمام حلو. لا بس والله ده انا عايز نص الكسره تبقى عندي على الحيطه ونصها على الارض او الحيطه. هتقوم انت جايه واخده عامله هنا ايه؟ الاول التارجت ده توجهيه عندك عند الحيطه دي. مندوب. هي دي. وراح جاي واخد دي كده هنا اهي، واجي خالد عندي على الحيطه دي. هتشوف حاجه؟ بص التارجت اتحرك معاك ازاي؟ بس هو على الارض خلي بالك. طب معلش انا بقى جاي مزاجي ان انا ارفعه فوق. شايفه؟ بص كسرة الشباك راحت فين؟ يعني هو مش عيب ان انت تحركيه، او مش مشكله ان انت تحركيه بقدر ما هو مهم ان انت تكوني عارفه عايزه توديه فين. ايه وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام. لا تمام. طيب تمام. طيب مين عنده سؤال تاني؟ احنا كنا واقفين عند مين؟ عند سندس. سندس انت كده طيب تمام؟ انا عندي، انا كده تمام. مين بقى الرابع؟ دي كانت دعاء. قولي بقى مين اللي كان بيتكلم؟ دي دعاء. طب كويس قولي بقى دعاء. انا طيب يا دكتور، لو عندي بلوك مثلا وهو معمول له جروب، وعايز اخد كوبي من حاجة جوه الجروب، هقول لك بص. لما باخدها بتبقى لسه منضمة طبعا للجروب، انا عايز طبعا. اخدها لوحدها. ما انا هقول لك بص، انتوا في عندكم اولاد؟ بص لو انا مثلا عامل هنا كده ده الاوبجكت، الاوبجكت بتاعتي ايه، وانا عاملها هنا كده حلو في حياتك او بلاش زي النجفه اللي انا اللي احنا شغالين عليها، في حياتك اوعي تروحي تعملي ان جروب. ان جروب يعني انت لما تيجي تعملي جروب بقى امسكي حته حته من التفك، تعيشي حياتك بقى، اقعدي بقى لف في الحلزونه ان انت تمسكي حته حته، وممكن يسهى عليك ان انت ما تمسكيش كل حاجه. ايوه اعمل لك ايه يعني؟ مش فاهم. هتيجي تعملي هنا كده ايه؟ اوبن كده. عندي ادي الاوبجكت بتاعي اهو، هو ده اللي انت عايزاه كوبي يا دعاء. ماشي. هات نسخه. تمام بس خد بالك انت لسه ستيل لحد دلوقتي داخل مين؟ تمام. هتروح انت جاي قايله له روح اعمل ايه؟ ديتاتش لمين؟ لذا بس. للأيتام. طب عايز اقفل الجروب خلاص، امسك اي واحد واعمل كلوز بقى ده الجروب زي ما هو، وادي الكوبي اقول له هو بتاعي اهو. وصلت؟ وشكرا على السؤال الحلو قوي. تمام. في حد مين تاني؟ طب مين عنده تاني يا ولاد سؤال؟ أي سؤال؟ يا دكتور، كنا بنعمل المراية ازاي؟ هقول لك المراية دي كنا بنعملها أسود أبيض فريسن لاشيل. اسود ابيض. فريسن لاشيل اه. طيب بص بقى
احنا لحد اخر ما احنا اولاد جينا خدنا المره اللي فاتت في اللايت دي ري لايت، في حد عنده اي فتفوت عايز يسال عليها حتى لو نسيها ومكسل انا يدور عندي عليها؟ سؤال يا باشا، قول قول بس هو في الماتيريال مش في براحتك، اللايت. بس احنا خلي بالك احنا لسه ما دلوقتي خدناش هو ماتيريال. لو انا دخلت اللايبري قول خلاص لو دخلت مش اللايف. لا احنا خدنا اللايت بس ماتيريال يعني كنا بنتكلم في ماتيريال اديتور المرة اللي فاتت، فاقدر لا اسأل ولا بس استنى؟ لا احنا ما خدناش ماتيريال، بس اتكلمنا في الماتيريال ادور، احنا خدنا منها البي ري لايت ماتيريال. قولي سؤالك اللي انت عايزاه، قولي براحتك. ماشي. دلوقتي لو دخلت ماتيريال من اللايبرري مثلا اقدر اشيلها في اي وقت؟ لاني طبعا كنت بحاول اشيل ماتيريال طبعا. ومش عارفه اشيلها. لا تشيليها ازاي؟ بس الكلام ده مش شرط عشان زمايلنا اللي هم بيتفرجوا على الفيديوهات. بص انت في عندك هنا كده دي الماتيريال اللي هي الكونتاكت ودي الاستيت ماتيريال. اوكي هتروح انت دايس على مين؟ تاني احنا ما خدناش ماتيريال عشان اللي بيتفرج ماتيريال على برضه الفيديو، واجي اقول له هنا كده ماشي لو سمحت روح اعمل هنا ايه. ريسيت. بس شكرا هيشيلها بقى كده اي ماتيريال زياده. وصلت؟ تمام. لو احتجت حاجه قول. شكرا دكتور. على ايه؟ طيب بص يا ولاد، ايه اللي اخرك دياب النهارده؟ دياب ايمان. بص احنا لحد اخر اولاد ما خدنا، احنا يا دوبك خدنا في انواع اللايت اللي هي بتاعت البي ري اهي، خلاص خدنا اللي جوه البي ري لايت، وخدنا منها البلان لايت والديسك لايت والمش لايت والسفير لايت لما جينا نورنا النجف، حد فاكر؟ طيب بما ان هم خالد مش فاكرين ما بيردوش، نشرح انا وانت وادي لهم امتحان بس دقيقه واحده اطلعها سريعا. بس انت جاهز يا خالد للشرح صح؟ إن شاء الله خير. لا هم اللي هيشتغلوا مش احنا. 10 دقايق ولاد واستلم. ها ماشي فريده، نعم. 10 دقايق 10 دقايق واستلم. مين هيظبط الموبايل يا ولاد؟ أنا الله. عشان إيه بس يا دكتور؟ تمام كده اظبط انا عندي. ممكن نعمل يونت واحدة بس في 10 دقايق. ماشي، طب اظبط انا عندي ونحط كل عليها دكتور درجة دي عايزة المحاضرات. يومين. ها لا خلاص احنا اسفين يا دكتور، هو لو حضرتك هتبعت الفايل مفيش مشكلة. لا ما انا هبعت الفايل، ما انت هتشتغلوا ايه؟ احنا طيب ممكن نعمل قبة واحدة بس من القبة دي. هقول هو اصلا الشوط ده ايه؟ هو عباره عن شوط كاسل كده، احنا عايزين نروح ننور. طب انا هنوره ازاي؟ ايه وسيله الاضاءه اللي انا ممكن استخدمها في النور؟ الجزء اللي جايه دي شمس. انا محتاج منكم بقى ايه؟ ودانكم وعينيكم تبقى مرميين معايا قوي قوي يعني. وبعد كده اللي بيكتب هقول له تاني وعاشر ومليون زي ما انتوا عايزين. انتوا دلوقتي بقول لكم احنا هننور ايه ازاي دي كده من بره، فانت بتيجي يا خالد تقول لي ايه؟ هروح انورها بالسان لايت. ويا سلام كمان لو انت عندك في ري 6 وهتشغل الكلاود ناو. صح يا خالد؟ تمام. طب في حاجه تانيه بديله؟ حاجه روعه اللي هي ايه؟ في وظيفه عندك اسمها ايه؟ اسمها الدوم لايت. كتير مالها الدوم لايت؟ دي عباره عن وسيله اضاءه عاديه جدا، الافاده او الزياده بتاعتها ان انت ممكن تروح تعمل لينك ما بينها وما بين صوره، الصوره دي بتبقى عاليه الكفاءه. الكلام اللي انا بقوله ده الشناظر ده هشرحه تاني عملي، بتبقى عباره عن صوره عاليه الكفاءه اسمها اتش دي ار اي هاي دايناميك رينج ايمج. ايوه مالها دي؟ الصوره دي احنا بنستمد منها الالوان اللي هتنزل لي عندي على الكتله من بره، وكمان هتنور لي الشوت بدون استخدام اي نوع اضاءه تاني. ايه ده سحر يعني؟ واحده واحده بص معايا بقى، واحده واحده. انا هاجي هنا كده وهاجي اخد الدميه دعاء هحطها في اي حته. هتشايف؟ تمام. معلش حاجه بس قبل ما نكمل، المالتي بلاير الستاندرد بتاعها ودايما العيال بتنسى الكلام ده، بيبقى حاطط لي واحد، معلش خليه 30 بصفه مبدئيه زيها زي اخواتها. ماشي. طب دقيقة واحدة بس، هو أنا شايف الدنيا بقت كحل، طب هو أنا هنور إزاي؟ وهل مثلا أنا هروح أجيبها كده هتنفع؟ بصي هي منورة كده بتنور، هتشايف؟ خلي بالك هي منورة كأنها غطا حل. غطا حل يعني إيه؟ يعني مش لازم تبقى قدام عشان تنور قدام، هي منورة 360 درجة. وهي كمان في الموديفاير بتاعها لو جيت بصيت من تحت أدي دوم لايت أهي، وعندك التارجت بينور لحد فين؟ حد معايا ولا فين؟ كأنها غطا حلة بالظبط. اوكي طب ثم هتيجي بقى تعمل ايه؟
فين بقى الصوره اللي انت هتجيبها؟ حاول الصوره دي، في صورتين عندي انا هعدهم لكم عشان نجرب عليهم، بس حجمهم ضعيف تبقى ميجا وميجا وشويه، لكن الصور الكتير اللي هي حجمها كبير اللي هي فعليا، انا حاطط لك باكج كده حلوه ومحترمه قوي عندك اللي هي دي، نعم وهتلاقي في عندك تاني اهو، حاطط لك حاجه حلوه بالكتالوجات بتاعتهم كده. ادي الاي تي ار ايز اهي، دخلت جوه اي واحده هتلاقي عندك هنا ادي الصور والبريفيو بتاعها اهي، وهتلاقي في عندك هنا متقسمه كاتيجوري زي، وفي عندك البي دي اف اللي بيقول لك كل صوره اسمها ايه ورقمها ايه، حبه حبه حلوين يعني. خلاص طيب، فين بقى الكلام ده؟ فين الصوره اللي هي الضعيفه اللي احنا هنجرب عليها بس عشان ابعتها لك على الواتساب؟ جايب صورتين، واحده الصبح وواحده بالليل، ودولت يعني صور تعبانه جدا، مجرد ان احنا بنجرب عشان لما ابعتها لك على الواتساب بس. فين هي؟ اهي ادي واحده وادي واحده، نايت سكاي وواحده ايه دي لايت، تعالى ابعتها لكم نكسبها. هم دولت، وهاجي هنا كده كليك يمين كوبي، واجي هنا كده يا مريم بيست اهي، هم دول. ايوه انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم انت، كل اللي انت جيت عملته ان انت عملت دوم لاين كده، في مشكله؟ لا لا هتيجي، انا همشي واحده واحده، خلي بالك. هاجي عندي هنا كده جوه الدوم لايت، اول حاجه عملتها خليت ده رقم كام؟ 30 30 وهاجي عند كلمه نو ماب يا كريم، وهاجي اقول له لو سمحت خد مين من جوه مابس في ري، هتاخد مين؟ بيتماب فين الصوره؟ على الديسكتوب. ماشي، اللي هي ناخد مين؟ ناخد الدي لايت. لو عايز تزود الاكسبوجر بتاعها قبل ما تقول له اوكي ده برضك متاح، شايف؟ نعم فاهم. ايه رايك في الصوره؟ طلعت لا ما احنا لا ما طلعت لسه بقى اهي اهي، انتوا مش شايفينها فعلا؟ اهي قرب بس من الشاشه اهي، اهي نعمل هتشوفها. اي بي ار طب انت ما هي اي بي ار وقال لك ايه، ظهرت؟ تمام. طب هاجي هنا كده، دي كده اول خطوه. تاني خطوه انت هتيجي هنا من ريندرنج على انفايرمنت عشان تظهر عندك هنا اهو كده، في حتى في الفاينل ريندر هتروح انت جاي هنا قايل له في ري بيت ماب، حطها هنا اهو. يعني اللي انت عملته في الدوم لايت هتاخدها نسخه فين؟ الانفايرمنت في ماب الانفايرمنت. لو ما ظهرتش عندك هنا اهو، هتطلع من فيوز هتقول له هنا ايه؟ viewport background واقول له environment environment background. تمام. تعالى كده نبص، هو انت عملت ايه كده دلوقتي؟ تعالى بس نظبط سيتنجز الاول اهي، ده الكادر بتاعك اهو، واجي اخش هنا ريندرنج ريندر سيت اب زي اللي احنا كنا بنعمله خالص. مريم انت مجمعه يا مريم؟ حاجه هنا كده جوه في ري، كل واخلي هنا الطرق اهو دلوقتي تمام معايا. طيب، واجي هنا كده ادي باكت، واخلي دي هنا كده 4 مفيش مانع، واقلل السيتنج ريدينس لايت كاش والكلام ده اللي هو بتاع التست ريندر، ودي لو او حتى فيري لو، واجي اخلي هنا اهو كده اللايت كاش عندك يا خالد بدل هنا 700 خليه هنا 100. خلاص ايوه ماشي، بس هو الموضوع ملحوظ قوي يا اولاد. لو انت جيت هنا اهو كده بصيت الكتل نفسها من فوق بقت عامله ازاي، تعال نعمل ريندر كده، ده الكاسل نفسه كله بقى لون لبني فاتح، هتشايف؟ ممكن اعمل ريجن مثلا على الحته دي بدل ما نستنى رندر كود. ده فعلا يبقى معنى كده ان انت عندك الدوم لايت اللي هي بتروح تعمل ما بينها وما بين ما بين صوره اللي هي الاتش دي اي لينك ما بينهم هما الاثنين، انا بستمد الالوان اللي موجوده في السماء تترمي عند الاكستريم، وبستمد منها اضاءه تترمي هنا عندي على الكتل، يعني انا ما حطيتش اي نوع من انواع الاضاءه هنا خالص. حد معايا؟ بس طبعا سيبك من الصوره دي تعبان، انا هوريك على الصوره اللي هي بروفيشنال تجيبها ازاي كمان من الويب سايت حالا، انا بس بحفظكم الخطوات. طب تاني معلش، حد يماليني يلا دوم لايت. لا لا خالص، دوم لايت عملتها وهخلي دي كام؟ 30 30. تاني خطوه بقى على طول دي المفروض اللي هي كانت ايه؟ نوماد وهاجي اخد من في ري، هاخد ايه؟ بيتماب تمام، واجي اختار، تعال نختار اللي هي النايت شوت فين هي؟ او نايت سكاي. ماشي طيب، انا عملت اول خطوه، تاني خطوه render setup ولا environment environment واروح واخد دي كده واروح حاططها هنا دراجة، جت؟ لو ما جاتش هتطلع منين يا كريم؟ environment background.
جت اعمل رندر كده، شوف كده لون الكتله نفسها لونها اتغير. خلي بالك انت تقدر تيجي هنا من اكسبوجر، اجي ازود هنا اكسبوجر، ازود اضاءه عادي جدا اهي اهي. بص سواء كانت اللبني او الغامق او الفاتح، شايفها؟ مش محتاجه مقارنه، لان انت عندك لون الكتله نفسه اتاثر بمين؟ لون السماء. انا ولا حطيت اللايت ولا عملت حاجه. انت معايا يا ولاد ولا فين؟ خلاص. تاني يبقى الدوم لايت عباره عن وحده اضاءه، كل الافاده بتاعتها ان انا بعمل ما بينها وما بين صوره لينك ربط. طب الصوره دي ايه؟ صوره عاليه الكفاءه اللي هي الاكستنشن بتاعتها ايه؟ اتش دي ار اي. طب مالها دي؟ بستمد منها الالوان وقوه الاضاءه عشان انور المشهد كله. يعني دي هتبقى كافيه من غير ما اعمل سان لايت؟ اكيد طبعا. طب ازاي بقى؟ بس انا عندي مشكله هنا، في سؤال المفروض حد يساله، سؤال مهم، سؤال مهم قوي. المشكلة إن هي واخدة اللون، لا دي مش مشكله خالص. ليه؟ هو انت لو انت فيها عندك، مشكلة إن هي واخدة اللون الأورنج. لا ده لو أنا بالعكس، عايزة أبيض أو مين الابيض؟ يعني انت عايزه لون السماء اورنج والمكان ابيض؟ مش ممكن، استحاله يعني. لا، ما أقصدش، أقصد إن هي تبقى منورة نور طبيعي، ما يبقاش كأنه لا ما النور طبيعي، انا هجيب لك صوره طبيعيه حاجة دلوقتي فيك أو بس. كأنها صورة. لا ما دي فيك ونص كمان، دي حجم الصوره اصلا هي ميجا. مشكلة في الصورة يعني؟ اه طبعا. ان الظل مرمي على فوق لان الاضاءه من جاية نابعة من الارض، الظل مرمي على فوق. او لان الاضاءه نابعة من الارض، لا انا مقصود ده فمدي مش رندر، ادي رندر وهعمل لك كده، ولا بلاش السؤال نكروته مع انه مهم قوي يا مريم قوي. طب دياب ايمان، طب اديني يا دكتور قلنا سؤال على ايه بالظبط يعني؟ الحقوني. على الجزئيه اللي هنشرحها، حاجه مهمه قوي، حاجه فضوليه مالهاش علاقه بمعرفتك. احنا لو عملنا كل الستبس دي، بس بدل ما نحط دوم لايت حطينا سان يرضى لايت عادي، ولا مش الهواء؟ هتعمل؟ لا السان لايت، حبان السان لايت، بس انت لا انت محتاجه الدوم لايت عشان تاخدي منها اشعه السماء وتديك واقعيه. انت عارف يا خالد ايه اللي بيحل مطرح الكلام ده؟ الكلاود، لا التك بتاعت الكلاود تغنيك عن دي، بس برضك لو دي فيها لاند سكيب مش هتغنيك، يعني مش الكلاود مش هتغنيك عنها. تمام. كده انكروت اولاد السؤال صح؟ لا يا دكتور، مهم قوي والله يا خالد، قوي قوي يعني. يعني انت تقريبا موضوع الدوم لايت هيتضرب منك لو انت ما سالتوش، لان انا مش هقوله خلي بالك. طيب لو المكان نفسه مثلا واخد ماتيريال فده رامي عليه فهيغير شكلها. اه طبعا تاثير الماتيريال الاول ثم تاثير اللون على الماتيريال، ودي حاجه منطقيه طب هو انا هستخدمه ازاي في انتيريا يا دكتور؟ طبعا. يعني وهجيب لك شوت انتير دلوقتي وهنور لك وادي شمس وشادو وكل حاجه طبعا طبعا حالا الوقت، بس بعد ما تقول السؤال. تحبوا نكسب وقت ما بلاش؟ احنا بنلف حوالين السؤال. اه طب بلاش السؤال صح؟ مع انه والله يا خالد الدوم لايت هتتضرب منك خالص. حطيت صن معاها هيحصل ممكن ايه؟ وارد، بس انت مش محتاجاه. لو انت انتقيت الصورة حلوة انت مش محتاجة. شدة الإضاءة تبقى جاية منين؟ إذا كانت الصورة، لو كانت الصورة ضعيفة مثلا. شدة الإضاءة جاية، ممكن يكون الصورة فيها قرص شمس. أنت قربت على فكرة. هي ليها علاقة مثلا برقم 30 اللي بنكتبه ده؟ لا ده 30 ده اللي هي المالتي بلاير، دي قوة الإضاءة. ده لا مالهاش دعوة. وممكن أزودها عن 30 خلي بالك. تمام. أتحكم إزاي في شدة الإضاءة ممكن من إذا المالتي كان بلاير، يعني ممكن لو انت جيت هنا كده كانسل اهي، كانسل واجي هنا كده اقول المالتي بلاير بدل ما هو 30 اخلي هنا 100. انا بحط رقم كبير جدا طبعا، بس بص اللي انت عندك الشوط عندك بقى عامل ازاي. نور. طب مثلا سؤال عن الأرض، الارض نفسها بتاعت الصوره ما بتبانش، لازم احط انا عندي هنا انا بلين احط او انا اي ارض لاندسكيب. انا اه طبعا طبعا سؤالك حلو قوي يا خالد. خلاص بقى نسيبه بقى مش مهم، مع انه هيضربك الدوم لايت في مقتل يعني. طب يمكن نادية تطلع بيه؟ طب ساندي؟ انا بفكر والله. طيب سندس؟ سامح حاجة طب تكون ايه اللي بتبقى هيحصل لو في مكان كبرت او صغير، صغرت هي الدوم؟ تبقى على مكان معين. لا كبرت او صغرت الدوم انت بتروح تخليها
تبقى هي دي مساحه معينه، يعني تغطي مساحه معينه أمم اللي هي التارجت اللي انا غيرتها لك من الموديفاي. يا ناديه ليه علاقة بالريزولوشن؟ دي علاقه بايه؟ الريزولوشن بتاع الصورة؟ ريزولوشن الصوره اللي احنا خدناها المره اللي فاتت من قائمه ريندرنج ريندر سيت اب. لا مش قصدي، انا قصدي بالصورة اللي احنا بنستخدمها في ال HDRI. اه طبعا لو انت جبت صوره ضعيفه ولا حاجه الموضوع هيبقى فيك، يعني زي ما انت شايفها كده مضروب. عمري في حياتي من ساعه ما اتولدت ما شفت منظر السمعة من كده ابدا الا في كراسه الرسم، ماشي لو الحل شكلها. لو الالوان دلت على بعضها يعني. بس خدت بالك؟ طب ينفع اعمل ميكس استنى مثلا استنى ما بين صورتين؟ استنى، ده في عينين هنا كمان صح؟ ده عفاريت هنا صح؟ حد شاف العينتين دولت لفوق؟ شايفهم؟ هتلاقي النور قطع عندكم وفي عفاريت طلعت، خلي بالكم عشان تبقوا عارفين. ده بيت الرعب بقى. ها؟ خلاص نسيبه بقى مش مهم. يا مريم لا يا دكتور، قول انت، قول انت. طب وانا دعاء كنت ينفع؟ اسال السؤال بتاع ان احنا ممكن نكبر او نصغر الدوم، بس طبعا بس هقول لك حاجه، نكبر ونصغر الدوم مش مانيوال، انا بقول لك نكبر ونصغر التارجت اللي هي بتغطيه، اللي هو موجود فين؟ تم اللي هو موجود جوه هنا الاوبشن اللي هي بتاعت الدوم لاين التارجت. تارجت ريديوس. اه ان انا عايز اغطي قد كده، خلي بالك هي تمام. برضك فيها ايمت ريديوس، يعني انت برضك هي بتغطي يعني مساحه حجم الدوم، يعني انت حجم الايفكت وحجم الصور. يعني انا من الدوم ايفكت بتحكم في حجم الدوم، لكن طبعا الصورة الصورة نفسها في 5 هم عالجوها في 6، لكن في 5 انت بتعملها زوم ان وزوم اوت بس، ده المتاح. ماشي. طب اوكي انا عندي سؤال، هو ليه عامة تحس ان في حد ماسك كشاف كده من تحت ضارب في المبنى من تحت كده؟ عشان مش رندر، معلش اسأل السؤال ده. والله ماشي. خلاص غلب بقى صح؟ يلا بقى كفاية ده خلاص؟ لا 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 يا دكتور تعجلت ثواني، طيب ما تسهل علينا شوية يا دكتور، مش هرجع لك، حركة ليها مش علاقة هرجع لك كلمه بشغل. دعوه والله. بص دلوقتي مثلا الصوره اللي انت جايبها دي المفروض فيها قرص شمس، طب انا مثلا انا عايز اشوف قرص الشمس هنا، انا عايز اروح اغير الروتيشن بتاعت الصوره، اغيرها ازاي؟ طب انا لسه مريم سالك السؤال ده وقلت لها ما ينفعش والكلام ده في 6، لا انا مش بتكلم في الاسكيل، انا بتكلم في الروتيشن احركها يمين وشمال، يعني انا ممكن اجي هنا كده للماتيريال ودي اخر خطوه بقى خالص، اروح واخد من هنا الفي ري ماتيريال اللي هي الدوم لايت الاول، تعالى تاني كده ادي الدوم اهي فين اهي، وحضرتك هتروح انت فاتحه الماتيريال ورميها على اي كوره من دول. جت أيوة جت تمام، هي اصلا موجوده انها ايه هيكل شمال، وفي عندك حاجه اسمها هوريزونتال روتيشن وفيرتيكال، ما تلعبيش في الفيرتيكال عشان ده بيأثر على خط الارض، يعني الخط ده بيبقى طالع ونازل وده مش صح، العبي في الهوريزونتال روتيشن. بص كده بص الصوره بتتغير قدامك لحد ما اجيب قرص الشمس، هتشوف حاجه ياه، هي أصلا فيها قرص شمس. طبعا. بص كده بقى لما هتيجي تعملي ريندر بقى كده، أنا استنى فاكرة استنى الصورة كده وخلاص، لا يا زي فندم ما لا لا ربك لا مش يعني. حاجه اسمها صوره كده، دي تديكي واقعيه مليار في الميه يعني. لا يعني الصورة كاملة كده من غير الشمس، معرفش إن في باقي للصورة. أيوة بالظبط، أنا برضو كنت فاكرة طيب كده. بص بقى عايزين بقى تاتا تاتا عشان الجزئيه دي في منتهى الاهميه، الصور اللي احنا جبناها وبنجرب عليه دي صور ايه على قدها في التعبان، احنا عايزين بقى نجيب صور، ما انت قلت لنا في المكتبه خلاص. طب افرض ان انت عندك في حاجه احسن من المكتبه، اه طبعا حاجه احسن من المكتبه ازاي؟ او يعني انا هاجي هنا كده في عندك من ضمن الويب سايتس المهمه، في ويب سايت بنزل منها تيكتشر، بنزل منها ماتيريال، بنزل منها حاجات كتير اسمها بولي هيفن، انا هاخد لكم كوبي بيست من ايه من اسمها، هي سهله ما فيهاش حاجه يعني، فيها تيكتشرز فيها مودلز فيها كمان اتش جي ار اي، وخلي بالك هي ولا ريجستريشن ولا بيطلب منك ولا اي حاجه اهي. خلاص ادي برنت سكرين اهي، خلاص واجي اخش من هنا، انا حطيته ازاي اهي دي الويب سايت ماشي، وتعالى خد العنوان كنترول سي هنا كده اقول له هنا كنترول دي ماشي، خلاص كده الويب سايت معاكم، تعالى بقى نخش عايز ايه؟
عايز اتش ار اي ولا عايز تيكتشرز ولا عايز مودلز؟ لا عايز اتش ار اي براوز. هنا بقى اسهل حتى كمان من المكتبه. ليه؟ اولا بيديك هنا مقسمها لك كاتيجوري. والله انا محتاج هنا كده فريده سكاي، حاضر. طب انهي نوع من انواع السكايز؟ natural light or وانهي natural وقت؟ وانهي شكل؟ وانهي ايفكت؟ هي شايفه الدنيا الكور ماشيه دي يا دكتور ايه؟ الكور دي؟ الأربعة دول يعني بيقول لك شكل الصوره دي والايفكت على الاتش دي اي لو في سطح عندك بيعكس بسيط، ولو في عندك سطح مرايه، ولو في سطح مثلا مط، ولو في سطح زجاج تاثير الايفكت عليها ياه ايه؟ حاجه روعه روعه. تعالي بس نجرب، تعالى مثلا ناخد مثلا الصوره دي، شايفها؟ بص هي حجمها ايه؟ هي بتنزل لك 4K اتش دي 22 ميجا، ثلاثة هذا صوره وعشرين او 23 ميجا، خلاص هتاخد شويه مش هتتاخر عليكي، وبدون اي ريجستريشن ولا الهوا. خلاص اروح انا جاي دايس عليها كده اشوف هي فين اهي، واجي اخدها بس اجيبها على الديسك توب اهي، كوبي بيست. طيب يلا بقى مينيمالي الخطوات عشان هنعملها مرتين، مره على شوت اكستيرير اللي هو ده، ومره على الانتيرير عشان كانت مريم ايه طلبته. يلا انا هعمل هنا فايل، او خليني بدل ما ابوظ دنيا يعني همسح بس دوم لايت. يلا ماشي، هنعمل دوم لايت دوم لايت كده هلغي ده بقى برضه كمان معناها اتنين كتير انفايرمنت اهي مفيش حاجه. يلا هاجي هنا كده من مضيف من لايت، واجي هنا فيري لايت، وهاجي هنا كده ادي الدوم اهي، دوم ودي ده سوانت لك في اي حته، 30 خلي الواحد دي وما 30 خالي دي كده هنا دي 30 اهي. ثم والماب هاخد بتماب لا في بتماب ري بتماب في ري بتماب دي عشان في لازم. بيت ماب بس، وادي الاكسبوجر ما تنساش الستاندرد بتاعه زيرو لو عايز تغير. ماشي تمام اوكي تمام. طيب هي جت هنا، ده اول خطوه. تاني خطوه هطلع environment انفايرمنت اهي، هو جاي واخد دي كده ادراك ودراج كده وحطها ماشي، عند ال environment map ما ظهرتش عندي هنا. طب اعمل ايه؟ ما ظهرتش، ده فرض انها ما ظهرتش. افتح اروح طالع فيو هنا من فيوز فيوز rendering فيوبورت باك جراوند، واقول له لو سمحت انفايرمنت باك جراوند عشان تظهر لي كده قدام عيني. خلاص عايز اروح اغير بقى البوزيشن بتاعتها، اروح جاي فاتح الماتيريال، ودي كانت اخر خطوه. هروح واخد، خلي بالك في حركه قرعه بتحصل اللي هي ايه؟ مش انت لسه كنت حاطه صوره في الدوم لايت؟ لا اختفت؟ لا لان انا دوست غصب عني هنا، فانا خرجت من الامر، خش على موديفاي هتلاقيها موجوده. تمام اروح واخدها كده دراج على اي فوق. طب ليه انت عملت ده؟ عشان ادي الصوره قدامك اهي. خلاص ممكن اجي اقول له لو سمحت شغلي الاي بي ار عشان اتفرج. ماشي شايفه؟ بص الشادو انا حطيت هنا سان لايت ولا حاجه؟ لا لا ظل ظل مش ظل؟ ده ظل. طيب هي الباك جراوند التانية حصل فيها ايه؟ مش انت خلاص شفتها؟ طب والأرض المفروض ان الأرض تبقى ماتشنج مع لا ما الانفايرمنت ماتشنج ده مع الديزاين بتاعك ولا؟ انا بقول لك انت ما تستخدميش الارض بتاعت الاتش ار اي، انت بتعملي ارض ليك انت. هي ازاي الأرض ما طلعتش في الباك جراوند؟ يعني يعني انا يعني الصورة فيها السماء والشارع طبعا اصل انت خلي بالك لو انت اظهرت الارض الشادو بتاعها مش هيظهر، يعني انت لو انت رحت شلت البلين لايت ده اهو، شلت البلين بس ده كده في اوبجكت اهي، ده طبيعي. فين الشادو؟ هي صوره اوكي هتظهر عليها ازاي؟ اوكي معايا؟ فهمت اوكي تعالي بقى هو تعالي ناخد من ده بس شوط الانتيريور بتاعنا بقى اللي احنا شغالين عليه. فين هو؟ ده هو ده مين هيعمل ليني؟ ماشي فيري لايت فيري لايت ماشي اهي دوم اهي، وادوس لاتين في اي حته. وخلي بالك انا لسه اصلا المحاضره اللي لسه شارحها امبارح في الكلاس في الشركه، فخلي بالك عشان في بعض الناس عملت اكتر من دوم لايت، فانت بتدوسي دوم لايت وخلاص. عايزه تخرجي من الامر عشان تريحي دماغك من الغلط وتخش على موديفاي تشتغلي، هي هخلي دي 30 نو ماب في ريبت باب. انت زهقتهم لعاده؟ لا وانا بعيد بزياده؟
لا لا خالص، بالعكس. لا يا دكتور خالص. طيب حاجة اخد دي اهي، دبل كليك. ايه الخطوة التانية عندك؟ هروح فاتح هنا ريندرينج على انفايرمنت، وحضرتك هتيجي تاخدي دي كده ودراجت هنا اهو مطرح السماء اهي. طب تمام، انا عايز اشوفها قدام عيني هنا بقى. هروح طالع هنا فيوز، فيو بورت، باك جراوند، انفايرمنت، هتلاقيها ظهرت في حتة من الشباك كده. ظهرت؟ لا ايه رأيك كده؟ تعالى ممكن. بقى نروح، احنا جايبين ماتيريال عشان انا محتاج اغير المنظر ده، اروح واخدها واروح راميها على اي كوره منه. ليه والله عندك هنا يا خالد؟ اقول لك تعالى بقى نظهر من هنا لاي بي ار، وادي المشهد، وشوف ظل الشمس يعجبك كده ولا نغيره؟ اصبر عليه بس اما ايه اما طاب. ها تعالى نشيل الشجره اللي خافيه الدنيا دي. الظل كده يعجبك؟ لا مش حلو. لا عندك الهوريزونتال روتيشن اهي، غيرها بص كده. خلي بالك انا ما حطيتش شمس. ها لا بتغير، لا اعمل رند. طب هو وصلت يا انا لو مريم؟ حطيت لها شمس هتأثر عليها هتأثر، بس ايه يعني؟ لازمتها ان انت عندي، يبقى عندك اتنين شمس، او بس ان انت انا تتعبي عايزاها نفسك. تنور، عايزاها تنور جوه الأوضة. ما هي ما هي الأوضة ليها شبابيك يعني، انا حاسة الشباك مجرد باك جراوند ليه، مش مدخل إضاءة جوه. مين اللي قال الكلام ده؟ كنسل مش عارفة انا شايفاها كده. كنسل. طيب ده المشهد بتاعك اهو، تعالي نشيل دي. هي ضربت اصلا، خدت بالك؟ هو كده كده اصلا المشهد نفسه ضرب، خدت بالك؟ عشان انا كنت مشغل اي بي ار وبعمل ايه. المهم، فبقول لك انت عندك اصلا كده كده انت حاطه من بره صوره عشان تسحبي منها الاضاءه والالوان. طب تمام، ظبط الإضاءة وظبط قرص الشمس اللي هو موجود في الصورة تمام، وظبط الشادو على الأرض، يبقى إيه لازمتها إن أنت تروح تجيبي صن لايت؟ مش عارفة، أنا حاسة إن هي مش داخلالي على إنها صورة وجواها صن بتنور جوه، يعني حاساها مجرد صورة. تمام، أنا هقول لك إيه الفرق دلوقتي. اهو اعتقد ما عملهاش، ما خص يعني. طيب تاني اهي، ادي هنا اللايت، وهاجي هنا كده، ادي هنا فيري لايت، واجي هنا كده، ادي هنا دوم لايت اهي، وادي فرونت لايت. هخلي الستاندر بتاعها القيمه بتاعتها 30 قبل الزياده طبعا في الدعاء، وهاجي هنا كده من نون. واخد الصوره، واجي هنا كده ريندرينج بارون، اروح واخد الصوره دي اعملها هنا كده دراج مطرح السكاي. حاضر، وبعد كده هاجي هنا كده، اروح جاي قايل له هنا ريندر من فيو او فيوز، اقف هنا كده واظهر صوره الباك جراوند اهي، هتظهر عندك هنا اهو. اروح جاي هنا كده اخر خطوه خالص، اروح جاي هنا كده واخد الصوره، واروح جاي حاططها هنا في اي حته ماتيريال اهي، دراج تمام. انت هتنادي على الاي بي ار بس لمجرد ان هو يلاقي قرص الشمس انه يكون موجود. هخلي دي كده ماينس كذا، شوف هنا كده هيظهر موجود فين. لو عجبك اقفل الاي بي ار وشغل الريندر عادي. تمام. تمام، مش ظاهر قوي يعني، بس لسه عايز يظبط شويه يعني، بدل ما هو ماينس 19 ممكن اخليه ماينس 7 لحد ما انت تحس ان هو ظبط في مكانه يا خالد. شايفه؟ اقفل بقى نعم. صاحبنا ده كده اهو، وتعالى نشوف بقى ونتناقش مع دعاء هل هي فعلا فيك ولا منطقيه وحلوه. خلي بالك انت حاطه قوه المالتي بلاير 30، ها يعني كان يعني ممكن انا ممكن نزودها. اخليها، ممكن اخليها واحد تبقى بالليل معتمه، وممكن اخليها ضوء الساعه 3.
ممكن ازود الثلاثين. وصلت؟ تمام. طيب احنا كده مستنيين نبص عليها ونتناقش. حد فهم يا اولاد موضوع الدوم لايت؟ لا يا دكتور، ايوه. لا يا دكتور، موضوع مهم يعني، يمكن مش يعني الكلاود اللي هي بتاعت ستة حلت الموضوع ده، بس افرض ان انا عايز اوفر دماغي واروح اغير موضوع اللي هو اللاندسكيب والحاجه اللي هي اللي موجوده والشجر والزرع والكلام ده، هعمل ايه؟ فدي بتوفر عليا. ايوه طبعا، اسهل كتير ان انا افضل احط بلوكات. بصطلة عندك عاملة ازاي؟ عامل شادو كمان. عامل شادو. فيك برضه كدعاء ولا تمام؟ لا تمام. تمام كده؟ وخلي بالك هي منورة برضك من خلال الفتحات. انت معايا؟ يعني طبعا جوه باين مش ظهر. وبرضك لو انا عايز جوه يبقى ظهر هروح ازود الجامع عادي جدا. انت فاهماني اقصد ايه؟ يعني ايوه الموضوع ايوه متاح. لا والله طب الكلاود اللي موجودة من بره دي انا عايز اشوفها قوي قوي. انا خلي بالك انا رافع اكسبوجر، طلع طفيت اكسبوجر ظهرت حاجه. حلو المشهد ده، انت عندك الشمس هديت شايفه والكلاود زادت. وصلت؟ ايوه طيب تمام. حد يعرف يجربها؟ طب قول لي انور السبوت ازاي؟ ولو قلت صح حاضر الخطوات تمام؟ بدل 9 تاسكات النهارده اديكوا 2. هنحط له ديسك. ده انت عارفه ده ايه انا اقصد الفرق؟ ايه؟ يعني هو ليه شكل معين ولا ايه؟ لا لا انت عارفه انا اقصد ايه؟ انا جايب لك لا، المشهد ده ميزة ليه كده؟ وايه؟ ميزة انت انا بخش هنا في الشقة، انا عايش عايز سقعان زي المنصورة، تعمل هنا مش الاي لابسة اس. حاجة يعتبر قوي ومش سقعانة، وبتغطى ببطانية واحدة بس. خلاص فهي دي انا بتكلم في ايه؟ اللي انت عندك ده ان المشهد احنا اهو. عايزين نعمل له اي اس. يبقى انت بالظبط. اهم حاجه تهتم بتفاصيل. ايه التفاصيل دي؟ لما هتيجي تشتري مثلا يا خالد من عند راجل الكهرباء بيكون ليه لون، ليه ماتيريال او خامه، سواء كان سيلفر او جولد او فانت هتيجي للماتيريال اللي احنا لسه ما خدناه، وتروح انت جايه الحق دي لونها جراي صح؟ هتروح انت جايه من التلاتز كده واجي اقول له هنا رساله. ابسط حاجه هتلاقيها هنا اهو، امسكي اي سلوت وخدي من هنا، قول له والله انا محتاجه مثلا هو يكون جولد ماشي. واصاي ما خدناش ماتيريال، احنا يا دوبك خدنا المكتبه اللي انت اديتها لنا، وخدنا كمان ان انت ممكن تستخدمها هنا من البريسات اللي هي برضك مكتبه بتاعت الفي ري العادي. خلاص يبقى دي اول خطوه. هو انت مالك بتهتم او بتتك ليه كده على الخطوات دي؟ عشان اصلا في الناس بتروح عامله ايه، بتيجي عندك يا دعاء تروح رزعالي هنا ديسك لايت وشكرا، حط تصفير. يا حبيبي انت لما تيجي تجيب من عند الكهرباء وانت في شقتك تروح لاسع لمبه او تروح لازق لمبه في السقف وخلاص، ولا هي ليها بيت وليها شكل وليها وحده اضاءه، وحده اضاءه واخده أكيد ماتيريال ليها وهكذا. طلب. هو ده المقصود. خلاص طب ثم بعد كده خلاص همشي بقى زي ما انت قلت، انا عايز اروح احط هنا ديسك لايت. الدنيا زحمه فهاجي هنا كده اقول له هنا الت كي عشان افضي الدنيا خالص، وهاجي كده عندي كده اجي هنا ادي الفي ري، واجي هنا كده الفي ري لايت، واروح جاي هنا حاطط ادي هنا الديسك، واجي كده اعمل زوم واروح جاي هنا راسمها، واتاكد معلش يا دعاء ان هي بالبيفوت يعني محطوطه صح من السنتر بوينت على السنتر بوينت عشان الكروته اهي تمام. ثم اجي بعد كده خلاص انت بتظبطي حاجه واحده ان انت هتعملي كوبي وتتكرر على الكوبي وتيجي تكبر ريد مفيش مان ماشي حاضر تمام. طب هي موجوده فين؟ موجوده مظبوطه تتاكدي برضه. الحاجة دي غطسانه جوه؟ لا اقفل السناب وانزلي بيها على الوش مكان اللمبه الفعليه اللي هي الموجوده اللي هي دي. عايزه تكبر ريديوس برضك مفيش مانع لحد ما ايه ما المكان يجي مظبوط. تمام انا كده خلاص اول مهمه انا خلصت، هشيل الايزوليشن اهي وادي الشكل اهو، واجي هنا الكاميرا بتاعتي انا ما عنديش كاميرا، فهاجي هنا كده اقول لو سمحت روح اعمل لي هنا ادي كاميرا وكريتها، واجي اقف هنا ودي اسمها برسبكتيف واقول له هنا كنترول سي ثم سي. خلاص هي دي. طب تمام انا عايز اعمل فايل سي، انا مش عارف بعت لكم الفايل ده ولا لا. لا لسه ما بعرفش. طيب انا هاخد الفايل ده اهو، نكسب وقت
يبقى احنا كده ايه في التمام. المهم انت رحت هنا حطيت الماتيريال، طب ايه المنظر؟ اتاكدي بس من سيتنجز، من السيت اب. مريم انت لسه يا مريم؟ ريدين سبايد كاش باكيت 4 تمام، واعمل ريندر. بص كده هل هو ده منظر السبوت اول اللي موجود عندنا، اللي موجود عندنا ايه في البيت عندنا. بصي، وممكن بدل ما تستني كل ده زي ما احنا اتفقنا، اروح جاي عامل هنا سلكت عندك يا فريد على ده واستوب، بدل ما استنى كل ده واعمل ده. وممكن اجي بالسهم ده عشان اشاور له على المكان اللي عايزه يبتدي فيه الريندر، خدت بالك اللي هو السهم ده اهو، يعني افضل ماشي مع سهم يبتدي يعمل لي ريندر من هنا، شايفه؟ بدل ما استنى برضك لاي الاطراف. اه هو ده السبوت صح؟ تمام. بس في حاجه ناقصه. هو مش رامي الظل بتاعه. اه ايه بقى حته الظل؟ هو مش ظل، هو شكل الافكت اللي بيترمي على الحيط. طب ده بيتعمل ازاي عندك يا دعاء؟ دي وظيفه او اخر وظيفه من وظائف اللايت اللي هي اسمها اي اي اس. يعني ايه اي اس عندك يا خالد؟ اي اس لايت ده عباره عن وحده اضاءه انت بتستخدمها لمجرد ان انت تربطها بشكل. لا مش فاهمك يا خالد، يعني انت تقصد ايه؟ في عندك هنا مجموعه اشكال اللي هي ايه الاي اس. انا حاطط لك في المكتبه حوالي 64000 واحده وشويه. حد سامع؟ طب في، طب ده كتير قوي، طب ما فيش حاجه اقل؟ هتلاقي في عندك حاجه اسمها نايس اي اس، اللي هي دي النايس اي اس دي هم احسن 30 واحد. ايه برضك في المكتبه، فانا بعتهم لكم عشان لو حبيتوا تجربوا من غير ما ندعبشوا في المكتبه وايه تبقى الدنيا كتير عليك. طيب ثم تعالى كده، فين النايس اي اس عم الحاج ده؟ تعالى نشوف اهي. والله انا مش فاهمك بس انا مكسوف اقول، انت عايز ايه؟ في عندك وظيفه اسمها اي اي اس، فين هي؟ موجوده عندك جوه الفيري لايت. اللي هي موجوده فين؟ اللي هي موجوده هنا جوه اللايت، جوه الفيري، اسمها فيري اي اس. مالها؟ انا بروح اكريتها لمجرد ان انا اروح اربط ما بينها وما بين اي شكل من الاشكال دي. بتفرج يا اولاد عندي على اي شكل من دولت ويعجبني. طب انت تعجبك انهي واحد فيهم؟ ايه 15 مثلا ماشي 15. أو هطلع من كده 22. ومن هنا عندي هنا ادي الملفات باسمائها، انت عايزه 15 وانا هدوس على ده دبل كليك؟ لا، ده انت هتيجي بقى هنا تفتح الماكس. انت معايا يا خالد؟ ما حضرتكم واروح جاي هنا اهو كده اشوف فين اللايت بتاعي. اه ده انا عايز احطها هنا، خلاص تعال نشيل بس الزحمه دي، كليك يمين هنا هاي، وهاجي من هنا كده ادي اللايت، واجي في ري اي اس، واجي هنا اهو شايف تحتيها، وادوس وان كليك وانزل. اللي حصل كالاتي، دلوقتي هو راح عمل لك الاي اس لايت، السورس بتاع اللايت هو اللي فوق والتارجت هو اللي على الارض، شايف؟ العيال بقى تكمل وتشتغل وتركب وتفاجئ تيجي تعمل ريندر هنا ما تلاقيش حاجه. يا فندم انت رحت حطيته هنا صح؟ هو موجود فين اصلا؟ بص هو فين؟ حد معايا ولا فين؟ فانت بتتاكدي بس يا دعاء ان انت مبيتاه في مكان، يعني تشوفيه هنا في البرسبكتيف في الكاميرا اهي. بصي اهو ده مكان انا كده تمام. طب انت هتعمل ايه؟ ادي اللايت، ماله صاحبنا ده؟ انا هاجي هنا كده واجي اقول له لو سمحت، طبعا انت عايز تشغليه اه او لا، عايز اشوف الشيدنج بتاعه اه او لا، التارجت محتاجاه اه او لا. التارجت ده يا دعاء لو انت جيتي مثلا على السبوت لايت اللي موجود في البيت وحركتيه بايديك وجهك زي بتاع المطبخ، فين في عندك سبوت لايت في المطبخ وتقدري تحركيه بايدك؟ بقدر اتحرك بيه يمين وشمال، فانا ممكن اتحرك بالتارجت او اقفله. وفي عندك هنا ايه بقى؟ طبعا في روتيشن، بدل ما تحركيه بايديكي مانيوال انت في عندك درجه ممكن تحط. في عندك هنا اي اس فايل اهي، هاجي عند نون، فين الفايلز يا عم الحاج؟ انت قلت لنا اسمها نايس اي اس، فين هي؟ اهي. جيت انت اخترت رقم كام؟ رقم 5. ايه ده بس كده؟ اه بس كده. طب فين الافكت؟ استنى انزلي بعينك تحت كده عشان تحددي اللون، لان انت خلي بالك الالوان والقوه لكل رقم بتختاريه ليه لون وقوه. حاجه تمبلت جاهزه، حاجه اختار اللون كذا اهو، والستاندرد عندك مكتوبه كام؟ 3500. معلش تعالى نجرب ونزود زيرو بس تجربه مش اكتر، طبعا زيرو ده قوي جدا بس انا بقى ايه بمجرد تجربه. هاجي هنا كده واعمل رندر. يبقى كده عبال ما هو يرندر، هو انت ايه المراحل اللي انت عملتيها؟ انا رحت عملت سبوت لايت واديته ماتيريال وحطيت له ديسك خلاص، وبعد كده عملت لمين؟ الاي اي اس، شايف؟ ده كان رقم كام؟ 15 15.
طيب كان في حد من زمايلنا بس مش عارف مين قال لي 22، انا سمعت بس مش عارف مين. فهاجي هنا كده اروح جاي دايس على 15 واجي اخد 22 عادي، انت مجرد شكل انت بتحبه بس. اللمبه نورت، السبوت واخد ماتيريال خلاص، الايفكت لاحيتها بس ده مش باين، خلي بالك ما انت لما جيت غيرته وخليته 22 راح جاب لك رقم 22 بالديفولت ايه مالتي بلاير بتاعه اللي هو ده، شايفه؟ نعم. زود زيرو اه واعمل ريندر اه وهسيبه يستنى لحد ما يخلص. ظهر نعم. في سؤال بقى منطقي لازم حد يساله، ايه هو سؤال هو منطقي الموضوع بقى مش منطقي نوعا ما. ايه؟ ايه السبب؟ يعني السبوت لايت في نص الكاميرا دي او الجبس ده والشادو بتاعه نازل بعيد عنه اصلا. وهو ده السؤال، وهو ده السؤال. طب معلش، هو انت لا، في بعض العيال تقول لي ايه؟ طب ما تيجي ترفع بقى اللي انت عامله ده ارفعه فوق، الكلام ده ملوش علاقه بالكلام ده خالص. لا، هو الطبيعي ان هو يبقى كده، لان الراديوس تمام بتاعه مثلا تمام يبقى واسع، فالراديوس لا بتوصل لنصها بس. انت كلامك صح، انت كلامك صح يا فريده، بس في مشكله. خلي بالك الشوط الاحمر انت كنت حاطط ده بعيد في النص، فالطبيعي ان هو ما كانش ليه افكت على الحيطه. تمام يا خالد؟ تمام. طب هو لكن الشكل على الحيطه ده ملوش اي علاقه بده، ومنطقيته ملاش علاقه بده، هو ده بالمنطق اللي انت شايفه ده منطقي. لكن شكل الاي اس هو اللي بيخليك تبقى بعيده قريبه من الحيطه فوق او تحت. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني تعالى مثلا بدل 22 ده وهاجي اخد رقم واحد، رقم ينتظر واحد على بس. الحيطة. اه انا خدت رقم واحد بدل 22 خدت واحد. بص انا ما اتحركتش بيها، بص هو راحت فين؟ استنى بس ازود القيمه كمان اللي هي بتاعت القوه. طيب خدت بالك؟ يعني بدل 22 اخدت واحد اهو يا خالد، وبدل 890 هزود زيرو بس. نعم. بص كده انا هعمل رندر. هل انا عملت موف ليا؟ ولا جيت لا. جنبها؟ هل عملت روتيت ولا الهواء؟ بص فين؟ راح فين؟ لو ليه اهي. شايفها؟ نعم. يبقى مين المسؤول عن وجود الشكل وترتيبه وشكله اللي موجود مرمي على الحيطه؟ اللي هي الاي الايس اس اللي انت بتختار، اللي هي دي. طب معلش تعالى نجرب تاني كده، انا هاجي اخد دي كده وهاجي هنا كده هاخد، ايه رايك ولا ناخد كام؟ بالحظ كده 22 تاني؟ ما احنا خدنا 22. 22 احنا خدناه. اه ماشي، ماشي 30 خمسة 30 وعشرين ماشي. ماشي، نجرب 25 كمان. بس هاجي هنا طبعا انت لو عايز تطلع سورس اوف لايت ده فوق براحتك، حلو. المهم انت ما تغطسوش جوه خلاص. فهاجي هنا تمام. كده واقول له ادي لونك كذا والقوه بتاعتك هزودها دي. يعني اختياري يا دكتور للي انا هختاره بيعتمد على حسب المكان اللي انا هحطه فيه. بالظبط، وعلى حسب شكل الاي اس اللي انت بتركبيه. ما هو ما بقول شكله على حسب المكان اللي انا محتاجة فيه ان هو يبقى كده. مش فاهم انت قصدك اختيار الشكل على اساس ايه؟ لا ده على حسب ما انت حابه، انت حابه الشكل ده حابه. بقول لك انا حاطط لك 64000 واحده شويه. ما انا عارفة، يعني مثلا حاجة زي دي مش هتبقى مناسبة مثلا في أوضة نوم، مثلا ليه؟ ايه السبب؟ مش مكانها، انت قصدك على شكل السبوت ولا شكل الايفكت اللي على الحيطه؟ علشان هي فعلا الإضاءة بتاعتها نازلة على الحيطة وجايبة لا الإفكت اللي على الحيطة. لا لا. طب انا اقول لك حاجه، انت لو عايزه الكلام ده والكلام ده موجود في شكل السبوت لايت نفسه اللي انت بتشتريه، انا ممكن اجي يا خالد امسك التارجت ده اجيبه كده براحتك. ده الكلام ده وارد وبيحصل عندنا وموجود عندك لو انت عندك سبوت لايت في الحيط اهو. انت فاهماني؟ يعني انا ممكن اتحكم في مكانه وطالع نازل بايديا مانيوال. هتظهر يعني على الحيطة، هي قريبة جدا من الحيطة فهتظهر من أول الحيطة، إنما هي بعيدة شوية عشان كده الراديوس بتاعتها واخدة نص جزء من الوتر، مش الوتر كله. طبعا دي كده ولاد وصلت. تمام. في حاجه بقى تانية برضك اجابه، اعتقد مريم كانت بتسال صح ولا مين؟ مين كان سندس تاني؟ سندس. بص يا سندس، ال 64000 واحده وشويه، سندس انت سكت صح؟ أنا سندس إيه؟ سكتي؟ رحت فين؟ لا، موجودة. طيب
انت دلوقتي بتقولي لي هل شكل اللي هو السبوت لايت ده لازم يكون قريب من الحيطه او في شكل معين؟ على حسب انت عندك جبسون بورد ونزوله قد ايه من الحيطه وبعده قد ايه والحيطه، خلاص، وشكل الايفكت اللي بيطلع اللي انت بتختاريه من الاي اس. طب معلش انت بتقول لي بس تكمله للكلام، انت في عندك 64000 واحده وشويه، اشوفهم ازاي دولت ال 64000 اهو؟ هل بيبقى معاهم صوره؟ لا. هتشوفهم ايه ده؟ نعم. طب معلش، طب يعني حضرتك انا اختار منهم ازاي؟ انا حطيت لك بردك مع المكتبه، حطيت لك معاها حاجه اسمها في ري اي اس، اللي هي في قصدي فيور، فين اي اس فيور؟ فين هي؟ اهي. ايه الفيور ده؟ ده مجرد عارض دبل كليك من غير ما تعملوا سيت اب حتى، شايفه؟ ويا دوبك تروحي تناديله على شكل الاي اس عشان تتفرج عليه هنا هو كام واط. يعني تعال نخش مثلا، احنا ما جبناهمش، اقدر ابعتهم لكم على طول. دعاء انا حاسس ان انت مش فاهمه. لا يا دكتور والله، لا تمام. هو أنا اللي مش فاهمة يا دكتور مين؟ الصراحة. فريدة؟ إيمان؟ إيمان؟ قولي لا لي إيمان أنهي واحدة؟ اللي هو ال IES، أنا يعني أنا مش حاساه صراحة واقعي، يعني مش فاهمة reflection. هو مش مرتبط حلو، بالسبوتلايت تمام. بالنسبة لي، مش مرتبط فمش فاهمة يعني أنا بص، هختاره على أي أساس. مش مرتبط في تصنيعه ولا مش مرتبط في شكله؟ الشكل يعني أوكي؟ الصورة نفسها حاسة، طيب استنى. بص يعني أنت أنا لو قلت عندك، لي أعمله أنا مش هعرف أعمله على أي أساس. طب انت عندك، طب انت عندك عندك اه عندك سبوت لايت في البيت؟ اه طب قوم بص عليه وتعالي وصوريه، وتعالي صوريه بالموبايل وابعتي على الواتساب. اوكي سن. هو فين يا خالد الفولدر اللي احنا جبناه؟ كان اسمه ايه؟ هي الإضاءة بتنتشر، بس ماشي فولت. بتنتشر في خطوط مستقيمة أغلب الوقت، عشان كده هو بالشكل ده. بص اهو، وادي الاي اس اهي، بيجيب لك هي كام واط، شايفها؟ ولو عايز يا خالد تيجي تبص على شكلها، هتيجي تدوس على اللمبه دي، اه تمام. خدت بالك؟ عشان تتفرج، ده الفيور او العارض بتاعك. خلاص، يبقى احنا كده في عندنا حاجتين، وهعيد كمان لما ايمان ايه تصور وتبعتها على الواتساب. تعال نشوف كده الواتساب هي بعتت حاجه؟ لا لسه. طيب تعالى بقى ايه، بص على الصور اللي هي حاجات زي كده مثلا. بص كده، شايف؟ نعم. ايوه ادي سورس اوف لايت اهو. ايمان انت جيت يا ايمان؟ طيب ادي سورس اوف لايت اهو، وادي الاي اس على الحيطه، خليها كده لحد ما تيجي. ايمان لما تيجي قولي لي بقى. تعالى ننزل تاني، لو حد لقط حاجه بعينه يقول لي، لو حد شايف حاجه معايا برضه. نطلع من هنا وتعالى نجيب هنا صورة. بص انت في المطبخ، يمان انت جيتي يمان ولا لسه؟ بصي انت، حد معايا ولاد؟ تندس نعم. تندس، وفين ساندي؟ شادي؟ طيب مع مع حضرتك حضرتك دعاء. ازيك ابو علي؟ يبقى انت جيتي يا مان ولا لسه؟ طيب تعال نشوف برضك واحده تانية، وشكل الافكت بتاعها اللي هو مرمي على الحيط. برضك لو حد لقط ايه السلم ده مثلا؟ انا اصفر اللي فوق اصفر فين؟ دي اللي في النص. اه دي ما اعتقدش ان فيها اي اس ولا فيها، فيها بس مش مدي اي اس، بس خلي بالك دي معموله اصلا، اه اوكي يعني ممكن الشخص نفسه ما ي...
برضه يبقى غلطان يعني اكيد. بس طبعا. هي منطقية والله يا جماعة، اي اصل هنا اللزقة في الحيطة يعني، هنا اللزقة في الحيطة. ايه دي. بس لما تيجي من مستقيم وعلق عندي مشاكل طبيعية. دي بعيدة عن الحيطة. يمن انت جيت يمن؟ طيب بص كده، بص دي ثلاث صور، ودي فيك برضه، خلي بالك هي دي كده حطيتها صح، بس هي دي فيك، دي قصدي مرسومة يعني، مش حلوة يعني الصورة. خلاص؟ فانت عندك ادي صورة، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ده شكل السبوتر. صح؟ يمن انت جيتي ولا لسه؟ طيب بص، فانت هنا عشان تروح تعمل الايفكت ده انت محتاجه ثلاث حاجات. محتاج ان انا اروح اجيب سورس اوف لايت، وحده اضاءه، محتاج يا ايمان كمان لحد ما انت تيجي ان انا احط اللي هي ديسك لايت عشان انور الشيء، محتاج ان انا اعمل اللي هي اي اس عشان اروح انا اعمل الشكل اللي هو موجود عندي على الحيطه، سواء كانت حيطه بقى، سواء كان مطبخ، سواء كان مكان. هنا انا مش محتاج فيها خالد اي اس، انت خدت بالك ان هو موجود في النص زي اللي هو الشوط الاحمر اللي احنا خدناه. انتوا معايا ولاد ولا فين؟ ما حضرتك يبقى انت جيتي؟ طيب ممكن تكون النت قطع عندها ولا لا؟ طيب اعمله تاني ازاي؟ يلا انا هاخد الشوط ده كده اهو، وحد منكم بقى اللي يماليني يعني. يلا ادي شكلها، يلا. ماشي. انا كده بعت يا دكتور، هندي قلت له ماتيريال لل، انت كنت فين يا مان؟ معلش يا دكتور، اصل هو يا نهار ابيض، السبوت لايت في الصالون واحنا عندنا ضيوف، ما كنتش عارفه اصور. معلش معلش. بص انا جبت لك ثلاث صور زي دولت، انا هفتح الصوره بتاعتك. بصي ده سورس اوف لايت اهو، انت معايا، وهو اصلا منور بديسك لايت، وادي الايفكت على الحيطه. ماشي. طب ده بتاع المطبخ اهو، ده مطبخ، وممكن يكون عندك في المطبخ كمان زي اللي هو السبوت لايت اهو، وعندك نازل الايفكت بتاعه. بصي مدى قرب ده وبعده من الحيطه، ولزقته في الحيطه قد ايه، وبصي بقى مدى قرب وبعد ده، خد بالك، ونزوله كمان. اوكي. طب استنى، طب ده ايه الحد ده، ملوش حاجه خالص طبعا، ما هو ده زي شوط الاحمر، هو بعيد اصلا عن الحيطه اصلا بزياده، مش فاهمني؟ طيب تعالي بقى نبص على الصوره بتاعتك فين. اهي اهي. طب هو بيبعد عن الحيطه قد ايه؟ كده كده برضه كمان مصوره النجفه. ما انا والله مش عارفه اصور. بص انا مش عارفه اصور. انا بتكلم في دي بقى، حلو، دي تاثيرها. ماشي. بص تاثيرها على الحيطه هناك ازاي، عامله ازاي، شايفه؟ طب دقيقه واحده بس، طب كويس ان انت فتحت الموضوع ده، انا هاجي اعمل، هعمل حاجه برضك عشان انت تبقي تبقى انت متخيل. في حد منكم اشترى اولاد سبوت لايت زي دي قبل كده، حاجه اتحرقت واشترى؟ مين؟ هو مين احنا بس فيكم؟ مش انا يعني. طيب انا هتلاقي طب شكل ماشي. السبوت لايت نفسها فيها عدسه. بص انت عندك شكل اللمبه نفسها ازاي؟ شايف العدسات اللي جوه دي؟ الكلام ده غير الليد المضروبه بقى، انا مش بتكلم على الليد العاديه، خلاص اللي هي المضروبه اللي نازله الايام دي، انا بتكلم اللي هي فيها عدسه وفيها انكسارات من جوه كده، ده بيبقى هي دي اللي، بصي وادي التارجت اهو اللي بيتوجه يمين وشمال، هتشايفه؟ اهي اهي خلاص؟ فالكلام ده هو اللي بيأثر على مين؟ على شكل الإفكت اللي هي اللمبات دي، مش بتكلم على المضروبه بتاعت الايام دي اللي هي بيقول لك ايه لمبه ليد موفره ومش عارف ايه وكلام ايه الاونطه. ماشي؟ ايمان انت كده بلعتيها يا ايمان؟ بص انا همسك دي، انا بعملها تاني اهي، وهاجي هاخد الماتيريال، وهاجي اخد اي سلوت، واعمل هنا اساين وشو يا سندس، وحضرتك هنا كده يا شادي، هروح جاي هنا واخد يا ناديه، هاخد مثلا الومنيوم مثلا، وهعمل هنا كده ادي اساين وشوف، ثم حضرتك هتيجي تاخدي من هنا ادي ديسك لايت اهي، وهاجي اركبها في مكانها اهي بالبيفوت، وفي نفس الوقت دي لما تيجي تركبها تاكد ان هي مش على الارض، يعني كل حاجه تبقى ظاهره قدامك في البرسبكتيف، هتشايف؟
نعم. عشان الحتة دي العيال بتتخانق فيها كتير قوي. ثم هتيجي هنا كده اللايت واجيب مين؟ في راي اي اس. لا يس. ثم اجي اركب، فين هي حضرتك؟ اهي. طب مالها؟ معلش اخفي لي الكاميرات دي بس عشان مضايقاني. حاضر، هاجي ديسبلاي واخفي الكاميرا. تعالى هنا كده، وممكن اكبر ده مفيش مانع اهي. هدوس فين الاي اس؟ اهي. ادوس واسحب وانزل. طب ثم هبتدي اظبط بقى. طبعا انت عايزها تقفلها، تفتحها، تارجت نان، واجي اخش من نان ناخد اي رقم مثلا وليكن 19. جه الشكل اهو، القوه واللون بتاعته، تعال ندير لون مختلف. ايه رايك يا ايمان نحط اللون ايه؟ أصفر. اصفر. ما احنا واخدين اصفر، نخليه احمر. نجرب. ماشي طب القوه ماشي. بتاعته مكتوب هنا 400، تعال نزود زيرو. صفر. مش صفر، ده مش اساسي، ده انت صفر ده التجربه يعني. بس انت هت ايه اللي انت حاطاه فين؟ بعيد، فانت هتاخديه وتركبيه مكان، تبص عليه في البرسبكتيف كده او الكاميرا تلاقيه. شايفه؟ عايز اطلع بيه مع زي اخواته، مفيش مانع اهو. فين هو؟ اهو. ماشي، وارجع من هنا. شايفه؟ الحقيقة ده بص لازق ازاي؟ بص رقم 19 لازق فوق ازاي؟ طب استني كده، تعالى نجرب حاجة. ايه ده؟ طب ما هو نفس ده، اقل كمان من التاني لو انت اخدت بالك. انت معايا فريدة؟ فريدة انزوات ولا رحت فين يا فريدة؟ لا أنا كنت قافلة المايك بس عشان جات لي مكالمة، بس أنا مع حضرتك طب يعني هخليه نسيتها. هخليه تحت كده كأن انا مش واخد بالي، واجي يا خالد اروح جاي اعمل كده. بص، حد شايف حاجة حصلت؟ نعم. تمام، يعني أجي أطلع بيه كده أهو. عايز أغير التارجت، التارجت كده كده موجود وممكن أشيله، يعني ممكن أحذفه كمان، يعني ممكن أشيل التك من عليه. خلاص؟ يعني ممكن أكليك يمين، سيلكت لايت تارجت، وأروح جاي ماسكه كده من هنا، وأروح جاي موجهه على الحيطة كده. وأجي هنا كده وأعمل هنا. وصلت يا مان؟ طبعا خلي بالك الزيرو اللي احنا حطيناه ده لازم يتشال. طب 41 ألف ده حاجه قويه. ايوه في بس هي حاجه كده مش كمان، لا انا مش منطقيه، ده انا بوريها لها بس. اوكي. لا خلي بالك هي منطقيه في ان انت تعمليها روتيت، ده عادي، انا بتكلم في القوه. ها؟ ليه طيب؟ ما هي بعيدة عن يعني هي مش لازقة في الحيط. انا فاهم، بس انت ممكن تحركي السبوت لايت بايدك مانيو ماشي ده عادي. ماشي اهي، حاضر. اللي هي زي دي كده، ممكن. ماشي كده تمام. خدت بالك؟ دي حاجة أنا كنت عايز أقولها. الفايل ده أنا بعته لكم صح؟